أنت أحياناً تضر صحتك الإنجابية بشكل قد يكون قاسي للغاية. طبيب أمراض نساء في عيادته وهتعمل حقن مجهري وتسأله السؤال، أنت محتاج الزوج في حاجة؟ لا 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 لا، هو كده كده يوم العملية هناخد منه العينة، ده ما اسموش حقن مجهري، ده اسمه أي حاجة غير حقن مجهري. من 9 فبراير 2020 في مراكز رياض الخصوبة والصحة الإيجابية لغينا التسقيم، لأن ليس له أي دور في نجاح حمل الحالة بتاع تكيس المبايض، بالعكس قد يكون مؤذي ليها. الدكتور الشاطر عامل زي المخبر السري الشاطر أو زي المحقق، لازم يتوقع أشياء في طيات الجريمة. معظم حالات بطانة رحم مهاجرة اللي هي عاملة تأخر حمل البقع والرقع بالذات ما فيهاش أعراض. للوهلة الأولانية بيبان لي إن اللي يفوت مشكلة في الرحم ما يشخصهاش تأخر إنجاب يبقى بيهرج. أكتر حالات بتنجح فيها الحقن المجهري مشاكل الأنابيب وحالات الزوج، الاتنين دول الأنابيب تحديداً بالذات أكتر بيكون نسب نجاح الحقن المجهري فيها أعلى. سياستنا في مراكز رياض الخصوبة والصحة الإنجابية، اوعى ننسى الرحم. معرفة أسباب الفشل ومحاولة رفع نسب النجاح هي هدف كل المنظومات العلمية. خليكوا دايماً معنا في الحلقة. الأستاذ الدكتور هشام الشاعر، أستاذ أمراض النساء والتوليد والعقم بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، استشاري علاج تأخر الإنجاب والحقن المجهري، عضو الجمعية الأوروبية للخصوبة والعقم، رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز وعيادات الرياض للخصوبة والصحة الإنجابية. اهلا بكم. النهارده يوم مهم جدا في عالم تاخر الانجاب، يوم شديد الاثراء الطبي والعلمي، وخلينا اقول لكم انه طالما الموضوع يدور حول منطقه مهمه جدا في عالم تاخر الانجاب وهي قناه فالوب، اذا فالحوار سيكون شديد التفاصيل وايضا سيوضح امور كانت راسخه في دماغ الكثير من الناس لكن العلم الحديث غيرها تماما. قناه فالوب هذه القناه اللي لما تنظر للأكتيفتي والنشاط بتاعها ودورها لا تملك إلا أن تقول سبحان الله، لكن هذه القناة كثير جدا من العوامل تؤثر فيها، كثير جدا من الأمراض تعشق قناة فالوب، حتى هي واحدة من معشوقات بعض أنواع الانفكشنز في الجسم. في أماكن كده الجسم يعني نقدر نقول إنه البكتيريا أو بعض الفيروسات تحب تروح تأثر فيها، فمثلا التي بي الدرن يعشق أن يصيب قناة فالوب. بعض أنواع الإنفكشنز زي البكتيريا ومثلا الإنفكشنز الأخرى تعشق أن تصيب قناة فالوب. قناة فالوب عندما تصاب واحدة من أصعب الأماكن في الهيلينج أو بمعنى أصح في الريكفري من الإنفكشنز من العدوى، وسهل جدا أنها تكون سائل، والسائل ده بيضج مضجع الأجنة عندما تلتصق في الرحم،
فيمنع تماما هذا الالتصاق، ناهيك على انه قد لا يكون اساسا بيئه مناسبه لالتقاء الحيوان المنوي بويضه. فيبقى الحقل المجهري هو الحل، ولكن تبقى معضله انه حتى في حاله الحقل المجهري انت بترجع الجنين الى رحم، وهذه الانابيب لو فيها خلل او فيها تكوين سائل محبط لهذه الحركه او لهذه الخطوه، خطوه الالتصاق، فهذه الفالوبيان تيوب او هذه الانابيب ستصدق عليها المقوله المشهوره في مصر في المثل الشعبي: لا منها ولا كفايه شرها. هنا سيبقى فهم دقيق جدا وعلمي لهذه الانابيب ودورها الهام جدا، وكيف نتعامل مع مشاكلها اذا اردنا ان نتعامل مع حاله تاخر الانجاب. النهارده حوار زي ما قلت لكم علمي دقيق راقي المستوى مع واحد من قمم علاج تاخر الانجاب في العالم العربي، واسم بالطبع له تواجده المتميز جدا في المجال او في المحتويات المحتفلات العالميه، ضيف العزيز القيمه العلميه الكبيره الاستاذ دكتور هشام الشاعر، استاذ امراض النساء والتوليد، الاستاذ بكليه الطب قصر عيني جامعه القاهره، استشاري علاج تاخر الانجاب والحقل المجهري، وعضو الجمعيه الاوروبيه للخصوبه والعقم، ورئيس مجلس اداره مجموعه مراكز وعيادات الرياض للخصوبه والصحه الانجابيه. اهلا بك دكتور ايمن، اهلا بحضرتك. قناه فالوب هذه المعضله المشهوره جدا تنظر لها فتقول سبحان الله، ولكن قد يصيبها عطب ما فيجعلها عبء كبير على عمليه الانجاب. عشان كده احنا النهارده هنتكلم كلام مهم قوي دكتور ايمن عن قنوات فالوب او الانابيب، يعني عشان نوضح قد ايه فعلا قنوات فالوب دي قد ايه مهمه جدا عشان يحصل الحمل في العموم، وحتى لو الحاله اضطرينا ان احنا نعمل حقن مجهري برضه قنوات فالوب ليها دور. فالحلقه دي والحلقه اللي جايه هنتكلم كلام مهم جدا عن قنوات فالوب، سواء في الحمل العادي التلقائي او سواء في الحقن المجهري. مفيش بقى كيس سيناريو النهارده، لا هنتكلم كلام على طول في بس في مئات الكيس السيناريو. جدا. هنقول في النص كده حالات فعلا عدت علينا ليها علاقه بقنوات فالوب ومشاكلها. معانا عبر الانترنت دكتور طارق الحسيني، مدرس امراض النساء والتوليد، مدرس بكليه الطب قصر عيني جامعه القاهره، استشاري علاج تاخر الانجاب والحقن المجهري بمراكز الرياض للخصوبه، هيكون معانا مشارك في هذا الحوار. اهلا بيك دكتور طارق بيه، منور. اهلا بحضرتك دكتور ايمن. اهلا وسهلا. قبل ان نبدا هذا الحوار، كيف ترى قناه فالوب؟ طبعا هو قناه فالوب هو الكائن المهم جدا الموجود ما بين الرحم والمبيضين. قنوات فالوب ديت عشان خاطر نقول انها سليمة لازم تكون سليمة من ناحيتين، من ناحية التشريحية ومن ناحية الوظيفية. من ناحية التشريحية المفروض انها تكون مفتوحة، وكمان في المكان المقابل للمبيض، ما تبقاش هي في حتة والمبيض في حتة، ده تشريحيا. ووظيفيا لازم يكون الصوابع بتاعتها اللي اسمها الفيمبريا شغال عشان تعرف تلقط البويضة، وحاجة اسمها السيليا او الاهداب موجوده جوه الانبوبه وشغاله عشان تعرف تزق البويضه وتوصلها للرحم. فدي الحاجات المهمه نتكلم عليها: الانابيب بتاعتنا، الانابيب قنوات فالوب، عشان يحصل عن طريقها حمل تلقائي لازم تكون تشريحيا سليمه. يعني ايه تشريحيا سليمه؟ يعني فيها حاجتين، ايه هي؟ رقم واحد مفتوحه، ورقم اتنين تبقى مقابلة للمبيض، ما تبقاش هي في حتة والمبيض في حتة، ده التشريحيا. والوظيفيا الفيمبريا اللي هي بالبلدي الصوابع، والسيليا اللي هي بالبلدي الأهداب. لازم تكون الصوابع سليمة والأهداب سليمة. ده كلام مهم جدا جدا. امتى هتبوظ بقى؟ تعال نشوف دكتور طارق. إصابة قناة فالوب بمشكلة ما، يعني قصة مثيرة جدا من ناحية الأسباب، فقول لنا يا دكتور طارق ما هي. هقول لك أشهر الأسباب لأنه يمكن الوقت ما يسعش إن احنا نقول كل أسباب إصابات قناة فالوب. إزاي حضرتك دكتور؟ الله يخليك. دلوقتي هنتكلم عن أهم حاجة بتصيب الأنابيب فالوب أو قناة فالوب، وهو الالتهاب. إيه اللي بيؤدي إن يحصل التهاب في الأنبوبة؟ يعني صراحة ده بيحصل حاجة من ثلاثة، طريقة من ثلاث طرق. أول حاجة ودي أهم حاجة اللي هو الاسندنج انفكشن او الالتهاب الصاعد. بمعنى ايه؟ احنا عارفين الانبوبه متصله بالرحم، اذا لما يكون في التهاب في عنق الرحم او التهاب في تجويف الرحم، سهل جدا البكتيريا ممكن تطلع عن طريق الرحم وتخش جوه الانابيب وتعمل لها التهاب.
طب ايه اللي يؤدي للالتهاب في عنق الرحم او في تجويف الرحم؟ اهم التهاب بيؤدي يعني بيصيب عنق الرحم هو الالتهابات او البكتيريا اللي بتنتقل عن طريق العلاقه الزوجيه، العلاقات الزوجيه المتكرره والمتعدده. ممكن بكتيريا تصيب برضو تجويف الرحم عن طريق تلوث بقايا اجهاض او بقايا حمل سابق، وده واللي بيساعد بقى ان البكتيريا اللي تطلع لو عملنا اي حاجه بنسميها انسترومنتيشن، عملنا اي حاجه اثناء وجود التهابات، بمعنى لو ركبنا لولب في وجود التهاب في عنق الرحم، لو عملنا مثلا حاجه زي اشعه بالصبغه او منظار رحمي في وجود التهاب في الرحم، ده بيساعد جدا ان البكتيريا تصعد الى الانبوبه وتعمل التهاب في الانبوبه. اذا اول طريق وده اهم طريق هو الاسندنج انفكشن. ممكن برضو يحصل انتشار للمرض او الالتهاب للانبوبه عن طريق لو في عضو في الحوض في التهاب شديد، ده ممكن ينتشر بشكل مباشر الى الانبوبه. يعني مثلا لو في التهاب شديد في الزائده الدوديه، ده ممكن يحصل سبريد، ممكن يحصل انتشار للبكتيريا وتصيب الانبوبه الناحيه اليمنى. الطريق الثالث هو طريق الدم هو بلاد سبريد، واهم طبعا نوع من انواع البكتيريا اللي بيصيب الانبوبه عن طريق النظام دوت هو الدرن او السل. ايه تاني؟ الالتهاب بيحصل يا اما عن طريق تجويف الرحم، يا اما عن طريق عضو في الجسم جنب الانبوبه، او عن طريق الدم. تمام. ده يعني يطرح علينا سؤال مهم جدا، هل لابد ان تكون هناك اعراض لكل هذه القصص المثيره؟ تمام. قبل بس ما اجاوب على حضرتك على السؤال دكتور ايمن، هو النماذج اللي قالها دكتور طارق اللي هو اكتر حاجه تاثر على الانبوبه ما تخليهاش تقوم بالوظيفه بتاعتها عشان يحصل، وايه الوظيفه بتاعتها؟ ان يحصل حمل. ده المكان اللي بيلتقي فيه البويضه بالحيوان المنوي عشان البويضه تتحول لحاجه اسمها جنين، والجنين ده له عباره عن خلايا الاهداف بتزق الجنين ده لحد ما يوصل للرحم. ده الطبيعي عشان يحصل حمل تلقائي. اكتر سبب يؤثر على الانابيب ما تخليهاش تقوم بالوظيفه بتاعتها دي هو التهاب. التهاب نتيجه ميكروب وصل لها. هقول لك نماذج من اللي قالها دكتور طارق. الميكروب وصل ازاي للانابيب؟ بعد حمل لسه الست والده والطريق مفتوح، بيرث كانال طريق مفتوح، دخل ميكروب بعد سقط، بعد سقط، بعد اجهاض، حتى لو عملت عمليه تنظيف وارد ان يخش ميكروب. لولب متركب، وعن طريق اللولب ده طلع ميكروب وتشعبط على اللولب ووصل لحد الانابيب. عن طريق زايده فيها التهاب، زايده جنب الانبوبه اليمين قريبين وملامسين لبعض. عن طريق الدم، تسوس سنان، لوز، شيشه وصل الميكروب الضرن وصل الى الرئتين، ومن الرئتين عن طريق الدم وصل الى الانابيب. النماذج اللي انا قلتها دي، بعد ولاده، بعد سقط، بعد تركيب لولب، بعد زايده دوديه، بعد شيشه، مثلا الخمس نماذج دول، دي نماذج قليله ولا كتيره في المجتمع بتاعنا؟ كتيره جدا. كتيره جدا. يبقى وارد جدا ان يحصل التهابات في الانابيب. على فكره يوصل التي بي بنوعيه للانابيب، يعني صحيح الشاس تي بي والجي اي تي بي. بالظبط. بالظبط يوصل بالظبط، بس على اساس الشيشه والشيست اللي هو الجهاز التنفسي هو الاكثر، فهو ده اللي احنا بنتكلم عليه، بس ممكن فعلا يوصل عن طريق الجي اي تي اللي هو الامعاء يعني. فدي نماذج كتيره جدا 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 في المجتمع للاسف موجوده. والنماذج ديت لما تيجي تحمل بعد كده، يعني هي حملت ولدت قبل كده وطلع ميكروب اثر على النبيب، تيجي تحمل بعد كده مش ما بتحملش. وندور على الاسباب، وندور على الاسباب. والانابيب دي منسيه خالص. ليه منسيه خالص؟ ما هي حملت ولدت قبل كده. لا طب هي طالما حملت ولدت قبل كده، طالما في تاخر حمل، يبقى الانابيب لازم نحطها في الاعتبار وندور عليها ونتاكد هل فيها مشكله ولا سليم. حضرتك سألت سؤال مهم، وكان دكتور طارق بقى كان هو اللي هيجاوب عليه. ايه هو الاعراض؟ الاعراض. طيب يعني انت رميت الكره في ملعب الدكتور طارق. بالظبط. طيب كده السؤال كان للدكتور هشام اللي قال لا الدكتور طارق اولى ان هو يجاوب هذا السؤال. هو سؤال يعني الست هتساله لك لما تيجي تقول لها انت عندك مشاكل في الانابيب، تقول لك انا ما اشتكيتش ابدا من اي حاجه. فهي دي التعبير، انا جاوبت كده، بس فسر لي ليه كتير من الحالات بتبقى سيمتوماتيك. بالظبط كده يا دكتور ايمن، فعلا نسبه كبيره من الحالات بتكون فعلا مش بتشعر باي اعراض، وبتتشخص حاله التهاب الانابيب اثناء احنا بقى احنا لما جينا الحال عندها تاخر انجاب،
بنعمل اسسمنت، بنعمل تقييم للحاله بشكل كامل. من احد يعني الخطوات التقييم الحاله اللي هو الاطمئنان على قنوات فالوب، وتتشخص احيانا بشكل بالصدفه يعني اثناء التقييم لتاخر الانجاب. هي الحقيقه الحالات ممكن تشعر فعلا باعراض زي سخونيه، زي التهاب مزمن في الحوض، التهابات من تحت، لكن في نسبه منهم برضو مش بيشعروا باي اعراض خالص. النقطه اللي عايزين ننهي بيها حوارنا بقى، ازاي ترى دور الانابيب في تاخر الانجاب او حتى فشل حالة المكان؟ ولو ان ده حلقه كبيره يعني. ده المفروض هنتكلم عليه في الجزء بس اديني كده مقدمه عبال ما نتكلم عنه. طيب الاول بس عاوز يعني اعقب، هقول لحضرتك حاضر ماشي حاضر، بس عاوز اعقب بس على كلام دكتور طارق في حاجتين مهمين. انا على فكره مضطهد الحلقه دي، انا حاسس اول مره احس بالاضطهاد. مش ماشي على سكريبت خالص يا باشا، انا متشوق. انا تعب نفسي وعمال اكتب. انا عارف، انا عارف ان انا مش ماشي على السكريبت، بس عارف الحته دي ايوه كان منها شيق عليه. حواركم كله مقدمه رائعه عن الانابيب. ايوه تمام، بس دي اللي انا عيني عليها المنطقه دي، وانا عارف ان انت عينك عليها برضو. أيوة. بس قول لي انت عايز تعلق ايه، لو حاسس انت عايز تعلق على الصبغه. هو بس نقطه مهمه جدا حته الصبغه ديت. مفيده؟ طبعا مفيده، وبعدين دي اساسيه. احنا اتفقنا ان في اربع حاجات لازم يكونوا سلام عشان يحصل حمل: بويضه، حيوان منوي، رحم، انابيب. انابيب بنعرف انها سليمه منين؟ عن طريق اشعه الصبغه. صبغه سائل بتحقن من تحت ويعدي في الانابيب ونشوف انها مفتوحه ولا مقفوله. بس تمام. طيب لقينا الانابيب مفتوحه خلاص بنستنى. بس ايه اللي ورا بس دي؟ ايه اللي ورا بس دي؟ ده شيء مهم جدا. ورا بس دي، هو انا دلوقتي في لما جيت قلت في اول الفقره اول الحلقه عشان اقول انابيب سليمه لازم تكون سليمه حاجتين: تشريحيا وظيفيا. بعد ما حضرتك تاخد عصير الليمون ده بالهنا والشفا خلاص تمام. تشريحيا يعني ايه اللي المفروض يكون سليم في الانبوبه؟ الاهداب والفيمبري. لا اخصى عليك. لا الفيمبري اللقطات. لا اخصى عليك. البيتنسي. البيتنسي اللي هي مفتوحه. ماشي مفتوحة. ده اوكي. طب ما دي تشريحيه وعلاقتها بالمبيض. اوكي وعلاقتها بالمبيض هو ده التشريحيه. وظيفيا اللي هي الصوابع، الفيمبريا والاهداب. تمام. انا لما بعمل اشعه بالصبغه انا بقيم مين في دول؟ لا انت بتقيم البيتنسي بس. بس بس انا مش هعرف اي حاجه تاني. مش هعرف هل الصوابع سليمه ولا لا، الاهداب سليمه ولا لا، مش هعرف علاقه الانابيب بالمبيض. كل اللي انا بحكم عليه بالاشعه بالصبغه مفتوحه ولا مفتوح ولا مقفول. عملنا الاشعه بالصبغه وكانت الانابيب مفتوحه الحمد لله. بنستنى فتره قد ايه؟ طالما العوامل الاخرى سليمه بنستنى فتره 6 شهور. طب عملنا اشعه بالصبغه لقينا فيها حاجه غير طبيعيه، وحط تحت كلمه حاجه غير طبيعيه دي 10,000 خط. ليه؟ لاني 10 اشعات بالصبغه بشوفهم اتقال عليهم ان هم طبيعي، 6 أو 7 منهم بيكون فيهم علامات غير طبيعيه. لاني مش الطبيعي انها تكون مفتوحه وبس، لا الطبيعي المسار بتاعها طبيعي، الرحم كده نازل منه الانبوبتين ولا في انبوبه مرفوعه، ولا الانبوبتين مرفوعين، ولا في التواء زياده عن اللزوم. في عوامل تانيه نقدر نتوقع من الاشعه بالصبغه ان فيها مشكله. تمام. ولما نتوقع يبقى لازم نتاكد، وهنتاكد بالاجراء اللي قال عليه دكتور طارق اللي هو ايه؟ المنظار. السؤال اللي جاي، المنظار هيقيم مين في سلامه الانبوبه تشريحيا ووظيفيا؟ ناخدها واحده واحده. تشريحيا الاثنين، انابيب مفتوحه ولا لا؟ بتبان بالمنظار؟ لا. يا نهار ابيض. منظار البطن. منظار البطن. ممكن. منظار البطن. ماشي. تمام. علاقتها بالمبيض؟ بتبان طبعا. بتبان طبعا. الله، يبقى فيه فوائد اهو. المنظار البطن بيضيفها. تمام. الصوابع سليمه ولا مش سليمه؟ سليم. بشوفها. الاهداب؟ لا ما بشوفهاش. ما بشوفهاش. وهي دي اللعبه في الانبوبه. اهدابك يا انبوبه لن نستطيع الوصول اليها. لن نستطيع ابدا؟ ابدا. مفيش وسيله تشخيص خالص ولا مخبيها ولا ولا لا 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 اسعد انت بتقولي انا اسعد بتخدعني انا حاسس بالظبط كده النهارده انت اليوم كله فخاخ لا 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 هو ده في حقيقي فعلا. الاهداب
هي الجزء الوحيد في الأنبوبة اللي ملوش وسيلة تشخيص، لا أشعة ولا تحليل ولا فحص ولا أي شيء. إيه أسخف حاجة وأقصى حاجة أنت بتشوفها في التعامل مع الأنابيب بالنسبة لتأخر الإنجاب لغاية لما نكمل الحلقة الجاية؟ أسخف حاجة هو عدم تشخيص مشاكل واضحة في الأنابيب حتى بالوسيلة التشخيص التقليدية جدا اللي هي الأشعة بالصبغة. دي أسخف حاجة، إن هو في بوست فايندينج، يعني فعلا في مشكلة في الأشعة بالصبغة، باين إن في علامة، باين إن في حاجة مش طبيعية، وبأكد على كلمة شك، واسمها كده في الطب suggestion. يعني ايه suggestion؟ يعني شك او احتمال. في suggestion جامد في الاشعه بالصبغه، في احتمال، في شك جامد، وللاسف الحاله قال لها الاشعه بالصبغه دي طبيعيه. انت نورتنا النهارده، الله يخليك. ابدعتك العاده، واحده من الحلقات المهمه جدا جدا والمواضيع الطبيه المثيره جدا انابيب فالوب، لكن يبقى الجزء الثاني اكثر اثاره، لان كل الاسئله اللي انا سالتها في الجزء ده هي اللي هنجاوبها الجزء الثاني ان شاء الله. ان شاء الله. ضيفي العزيز القيمه الاعلاميه الكبير الاستاذ دكتور هشام الشاعر، نورت وشرفت. الله يخليك. وضيفي عبر طبعا وسائل التواصل الدكتور طارق الحسيني، مدرس امراض النساء والتوليد بكليه الطب، اكيد شرفنا ونورنا، واكيد يبقى الحوار ممتد. لكن هنروح دلوقتي لمراكز الرياض عشان نستمتع بالعمل الجماعي في منظومه طبيه تعمل بأسلوب علمي متميز للغاية في على أرض مصر الحبيب. خليكم مع الناس الحلوة. الأستاذ الدكتور عمر عزام، أستاذ الأمراض الجلدية والليزر قصر العيني جامعة القاهرة، مدير العيادات الخارجية بمستشفيات جامعة القاهرة، عضو الجمعية المصرية للأمراض الجلدية والتناسلية، سكرتير عام الجمعية الأفرو أسيوية للليزر وتجميل الجلد، حاصل على منحة DAAD جامعة بون ألمانيا. خمس نصائح رئيسية للحصول على بشرة صحية. أولها حماية الجلد من الشمس اللي بتعد السبب الرئيسي لشيخوخة الجلد والتجاعيد. النصيحة الثانية الإقلاع عن التدخين، لأن أضراره على الجلد متعددة، منها أنه بيضيق الأوعية الدموية الصغيرة في الطبقات الخارجية ويخلي الجلد أكثر شحوباً ويستنفد منه الأكسجين. النصيحة الثالثة التعامل برفق مع الجلد في الاغتسال واختيار نوع الصابون والحلاقة بعناية وترطيب البشرة الجافة. النصيحة الرابعة النظام الغذائي الصحي الغني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة وشرب كمية كافية من المياه يوميا. النصيحة الخامسة التعامل مع الضغوط النفسية والتوتر، لأن ليهم تأثير سلبي مباشر على البشرة، والتغلب عليهم وأخذ القسط الكافي من النوم مهمة جدا لصحة وسلامة الجلد والبشرة. أهلا بكم في واحدة من أرقى حلقاتنا على الإطلاق، لأنه النهاردة حوار أكيد مع قمة كبيرة في عالم الجلدية، في عالم التجميل، والنهاردة حوار أيضا في موضوع شديد الأهمية وهو آثار حب الشباب، جزء مهم، يعني أعتقد أنه يعتبر الجزء الثالث إذا جاز لنا التعبير. فأنا بأدعوكم لأكيد مراجعة الجزئين الأولين ثم أو مع مشاهدة هذا الجزء الهام جدا. لكن خلينا نبدأ كلام النهاردة في هذا الحوار المهم، أنه الجلد لازم له رعاية. اوعى تفتكر أنه نجوم العالم أو أي حد في الدنيا ما بيعملش سيرفيس على جلده. سيرفيس دي كلمة أنا إحنا واخدين إنها تتقال على عربيات، لكن كمان الجلد لازم له إن أنا أعمله صيانة رعاية. أنا عايز أقول لكم إنه مثلا لما نيجي نتكلم على آثار حب الشباب، يتهيأ لكم لما تشوفوا نجوم العالم في هوليود إن هم كأنهم بلا شوائب بلا مشكلات، ما بيعانوش من حاجة، والحقيقة غير كده خالص. الناس دي ظهروا كده أو بتشوفوهم بالشكل الشبه مثالي نتيجة رعاية كبيرة جدا من ناحية الطبية في المقام الأول. الناس دي
يعني دايما بيتسألوا ما بينهم وبين بعض في قعداتهم، حتى في البرامج اللي بيسموها البرامج المتخصصة قوي في الشؤون النجوم، مين دكتورك في التجميل، مين دكتورك في الجلدية، مين الراجل اللي بيعمل لك الفيتنس، مين الناس اللي بتعمل لك رعاية لشعرك، مين الدكاترة، دكتور. وحتى بتعرفه في أمريكا بأنه ده بتاع النجوم دي ودي ودي. لو شفنا كاميرون دياز مثلا هتلاقي نجوم كتيرة كان عندهم حب شباب، وفي صور بقى معينة اهي بتبان. لكن طبعا بعد ما تتعالج وبعد ما تاخد الكورس العلاجي الموضوع بيختلف تماما. ميجان فوكس نفس الكلام، جيسيكا أليا نفس القصة، كل دول عانوا من حب شباب. مايلي ساورس برضو، يعني شوف بص، مش سهل ان انت تشوف انسان بيرفكت. ده بيرجع الى رعاية طبية متكاملة. النهاردة زي ما قلت لكم حوار متقن ومهم جدا مع قمة كبيرة، واحد من اساطير الامراض الجلدية في مصر والوطن العربي، واحد من الاسماء اللي احنا بنقول دايما بنفتخر بوجودها معانا في الناس الحلوة، وبنستمتع بهذا الحوار لانه حوار علمي دقيق للغاية. واكيد النهارده واحنا بنتكلم هنتكلم على الكثير من الواقع الموجود في الماركت المصري، ده جزء مهم جدا هيهم كل اللي متابعينا النهارده لقاء مع اسطوره الامراض الجلديه في مصر وفي طبعا في الوطن العربي، اسم عالمي قدير، هو استاذنا الاستاذ الدكتور عمر عزام، استاذ الامراض الجلديه والليزر بكليه الطب قصر العيني جامعه القاهره، والمدير للعيادات الخارجيه بمستشفيات جامعه القاهره، وعضو الجمعيه المصريه للامراض الجلديه والتناسليه، وسكرتير عام الجمعيه الافرو اسيويه للليزر وتجميل الجلد، وعضو مجلس اداره الجمعيه المصريه الطبيه لدراسه السمنه، والحاصل على منحه اداد من جامعه بون بالمانيا، الاسم الكبير ضيف العزيز استاذنا. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا بيك دكتور ايمن، منورنا. نورك يا حبيبي، ده شرف كبير جدا. الله يخليك، شرف ليا والله. في الجزء اللي احنا مقبلين عليه اللي هو اثار حب الشباب، بس عايز اكد أيوه. احنا محتاجين صيانه طبعا. يمكن المقدمه الجميله جدا اللي اتقالت دلوقتي بتاعت التغذيه واللايف ستايل والحاجات دي كلها كانت بتعتبر في فتره من فترات رفاهيه، او يعني يعملها بقى الناس الرايقه والناس اللي هي الفاضيه. الحقيقة أن الفكر ده اتغير تماماً. صيانة الجلد إذا أمكن، العناية بالجلد إذا أمكن، بتبدأ من البيت ومن الشغل ومن العادات اليومية. العادات اليومية من غسيل الوجه، العادات اليومية من استخدام المستحضرات اللي هي تكون مضمونة ومش بالضرورة تكون الأغلى، ولكنها تكون الأضمن والأكثر قربا للحاجات الطبيعية، الغذاء الطبيعي، الحركة اللي مش لازم تكون ان انا مشترك في مثلا أندية، او انا مجرد ان انا بتمشى او بمشي، مجرد ان انا بتحرك، ده في حد ذاته كافي جدا ان انا اكون بضمن لنفسي تحسين للدورة الدموية، تحسين لما يسمى المليو او الوسط للجلد اللي يخلي الخلايا بتاعته بتنمو بصورة جيدة وتظل الأطول فترة ممكنة محتفظة بالرونق والنضارة والشباب بتاعها. إيه المقصود بكلمة أثار حب الشباب؟ هل لها أنواع الأثار دي؟ أثار حب الشباب كتيرة جدا، تبدأ من أول البقع البنية مرورا بندبات، والندبات أنواع كتيرة جدا، ندبات مقعرة اللي هي الرول، ندبات المربعة اللي هي البوكس كار، وندبات زي الآيس بيك. لكن احنا البقع البنيه بتبقى الحاجات السطحيه، الندبات الحمراء من الحاجات اللي هي بتبقى الاعمق شويه وحصل فيها ضمور في الجلد نسبي، والاكثر شيوعا بقى اللي هي الندبات اللي احنا قلنا عليها الثلاث انواع اللي هم المقعره والايس بيك اللي هي زي يعني خله السنان والرود، ودول يمكن موجودين نقره خله السنان، نقره خله السنان بالظبط كده. والمقعره في بقى ندبات اللي هي الكيلويد او الهايبرتروفيك سايز اللي هي مرتفعه لما يكون بقى التليف زاد قوي، فبدل ما الاقي حفره الاقي مقب مش مطب موجود في الجلد. كل واحدة من دول بتعامل معاملة مختلفة عن التانية، وكل واحدة من دول ليها آليات كتيرة جدا للعلاج. لازم يتم تفصيل البرنامج العلاجي على كل حالة على حدة، يعني ما نقدرش نعمم. يمكن احنا النهاردة هنتكلم على العموم، ولكن هذا العموم لما بيجي بقى المريض أو المريضة ويقعدوا قدامي
ممكن يتغير تماما الفلسفه اللي انا هستخدمها. ممكن النهارده اقول حته كويسه قوي عن الليزر اشوف مريض معين، لا حضرتك هتعملي تقشير، مع العلم ان انا لسه قايل ان الليزر كويس قوي. ايوه الحاله تانية، لكن الحاله دي لا، لاسباب انواع اثار حب الشباب. ازاي نتعامل مع اثار حب الشباب؟ هو احنا نتعامل ازاي ان احنا ما نخليهاش تحصل؟ يمكن احنا كنا بنتكلم عن العلاج في الحلقه اللي فاتت، ويمكن احنا تطرقنا لعقارات وتطرقنا لكريمات موضعيه وقلنا الكويك بان وقلنا ادويه الايزوتريتينوين وقلنا مضادات حيويه. هو الغرض ان انا امنع تكونها، ده هو ال 99%. لان انا لو عالجت بدري مع ان انا افهم انه انا عندي حقبه من الزمن هذا المرض موجود معايا فيها، عشان انا استلم جلدي منك يا دكتور كمان 10 سنين وهو سليم، لازم افضل العشر سنين دول اعمل صيانه زي ما اتفقنا. يبقى انا لما النهارده بقول ان انا باخد علاج والمرض ممكن يتحسن وبعدين يرجع تاني وبعدين اخد علاج تاني واغيره واعمل للعيان برامج او بروتوكولات علاجيه من مستمره، احيانا تبقى مكثفه جدا واحيانا تبقى اخف بناء على شده الحاله، حوصل بيه ان هو اصلا مش هيحتاج بقى يتفرج على الحلقه دي لانه مش هيكون عنده هذه الاثار. فده اهم جزء البروفيلاكسس، ان انا احمي نفسي الوقايه من ان انا يجي لي هذه الاثار. الحقيقه ان العقار اللي هو معروف باسم الايزوتريتينوين، العقار ده الحقيقه عقار قديم جدا وعقار قوي جدا وفعال جدا، لان هو فيتامين الف مخلق و بيبقى بتركيز عالي جدا، ونقدر نقول مجازا ان هو بيغير الجلد. يعني اذا جازا ان احنا نقول هو بيشتغل ازاي، هو بيغير الجلد، كاني انا هشيل طبقات الجلد كلها واستبدلها بطبقات جديده صحيحه وصحيه، وده كلام جميل جدا. ولكن هذا الدواء له ضوابط طبية لازم تستخدم بيه، يعني لازم لما نيجي نستخدمه لابد ان في تحاليل هتتعمل قبل ما اخده، كوليسترول ودهون ثلاثية ووظائف كبد وصورة دم، لازم هيبقى في تحاليل شهرية هتتعاد جزء منها، لان الكورس بتاعه بيصل احيانا الى 5 و6 و7 شهور كمان حسب الحالة. يبقى لازم افضل متابع علشان اتلافى الاثار الجانبية. الحاجة التانية ان هو بيعمل تشوهات في الاجنة، واجب التأكد من عدم وجود حمل أو نية حمل لمدة، في عرفنا إحنا بنحب ناخد الموضوع بعيد شوية نقول سنة كاملة لا يوجد فيها حمل إطلاقا، لأن هو بيسبب شهوات في الأجنة بنسبة 100%، فما ينفعش إن إحنا ناخده. الدواء ده وهو بيعالج الحبوب، إحنا بنستخدمه في علاج الحبوب، لاحظنا على مدار السنوات إن هو بالفعل لأنه بيغير فبيجي الجلد بشكل صحي أكتر، فحتى لو المريض كان عنده بعض الآثار بنلاقيها اتحسنت، والاقي المريض او المريضه جايه بتقول لي ده الدواء اللي حضرتك خدته حضرتك قلت لي احنا هناخده عشان نخلص على بقيه الحبوب وبعدين بعد كده هنعمل ليزر، لا ده انا لاحظت حضرتك ان الاثار بتتحسن مع الحبوب كمان. فيبقى الدواء ده ممكن يدخل بينا في الايه، في الانترفيس ما بين العلاج الاكتف الحبوب وما بين علاج الاثار، وعشان كده احنا بننصح بيه، ولكن زي ما قلنا قبل كده بضوابط شديده جدا، وما ينفعش ان هو يتاخد كده من ايه، مني لنفسي ولا رحت للصيدلي دهولي ولا واحده صاحبتي استخدمته فانا هاخده. هل لابد من ارفاق مرطب للبشره مع الايزوتريتينوين؟ احنا دايما لما بنيجي دايما حضرتك طبعا بصفه حضرتك طبيب عارف انه دايما الدكاتره ساعات بيركزوا في حاجات اللي هي الكوارث، يعني لما بنتكلم مع المريض على الاثار الجانبيه دايما نتكلم على الكبد والكوليسترول ودهون الثلاثيه وخلي بالك والانجاب وبعدين بنغفل تماما الحاجات البسيطه، لكن هي الحاجات البسيطه مزعجة دي جداً. مزعجه جدا للمرضى. الدواء ده كانه مجازا زي ما تكون حضرتك جبت سفنجه كده ورحت عاصر منها المايه كلها، فبيعمل جفاف شديد جدا في على ثلاث يعني مستويات. الشفايف بيبقى ليها جفاف قوي جدا لدرجه ان انا عندي مريضات لما جولي وقلت لهم احنا محتاجين ناخده ده قالوا لي لا احنا خدناه قبل كده ووقفناه فقط علشان موضوع الشفايف. الوجه نفسه بيحصل فيه خشونه والجسم احيانا، وساعات توصل حتى للعين.
ان تيجي تقول لي انا عينيا بتحرقني. ففي الحاله دي احنا بنجبر بمرطبات. طبعا يختلف جدا على فكره المرطب اللي بنستخدمه مع الايزوتريتينوي. يعني انا شخصيا بحب جدا مع الايزوتريتينوي لان جفافه شديد جدا، فبحب جدا ان انا استخدم معاه مرطب يعني يكون بيدخل. احنا قلنا الدهون كلها اتشفطت زي السفنجه، اتشفطت الدهون اتشفطت خالص. فانا دلوقتي عايز ارجع حته، بس مش عايز احطها في حاجه مدهننه قوي عشان ما ترجعش تسد لي المسام وتعمل لي تاني حبوب من اول وجديد. فانا بحب جدا مثلا من ضمن الحاجات اللي استخدمها البيونيكي الريليبيدايزنج لايبوجيل، والكلمه دي يعني معناها بيعيد الليبيدز، بيعيد مرحله الدهون، ويقدر الجلد ان هو يختزن الميه مره اخرى فيبدا يستعيد نضارته من غير ما يطلع حبوب، عشان افضل انا محافظ على الايه النضاره بتاعت الجلد في فتره استخدام العلاج. مرطب له طبيعه طبيه. يا فندم، لان في مرطب تاني زي الهيدرامات مثلا، ده مرطب للبشره الدهنيه اللي هي كلمه مات يعني مطفيه. في بشره ما فيهاش حبوب بس بتلمع دايما مزيته، وبتضايق ناس كتير جدا على فكره. طب وبتضايقنا في التصوير جدا على فكره. يعني مثلا اصل انا دي يعني ما احنا بقى شفناها عند الضيوف، لما يكون ضيف عنده هذه الحكايه احنا بنوقف كل شويه عشان بالظبط، لانه الصوره بتبقى ديستوردد. مع العلم ممكن يكون حد ما عندوش حبوب خالص خالص ولا عمره جاله حبه شباب، لكن البروفايل بتاع الدهن الدهني ده فانا عايز اطفيه، فبستخدم الهيدرامات ده. هنا بقى مش هستخدم له ايزوتريتينوين ولا حاجه خالص، وان كنا في بعض الناس بتحب التكه دي، بس انا يعني مش من انصارها قوي لانه دواء له مشاكله، فبحب اخليه لو احتاجته. انما الهيدرامات الاكتين هيدرامات ده بيعمل انه بيطفي هذه اللمعه، وبرضه ما بيطلعش حبوب، ولكن ما يصلحش لو انا بعالج حب شباب. انا بستخدم الكويك بين بقى، لكن انا يصلح ان انا بطفي هذه اللمعه السخيفه والمؤرقه جدا لناس كتير قوي، ان انا استخدم حاجه زي كده، وبيبقى مقفولها على فكره بتقعد طول اليوم، وبالتالي هي دي نوع من انواع الصيانه والسيرفيس اللي انا بعملها لجلدي علشان احافظ عليه بشكل جيد، بحيث ان هو يفضل دايما محتفظ بالحد الادنى اللي نطمح فيه لصحه الجلد. لو بعد حب الشباب ظهرت بقعه صغيره بقعه كبيره في الجلد نعمل فيه؟ البقع بنحب نعالجها، احنا بنفضل في البقع بنحب التقشير. بس انا بحب دايما، انا لسه كنا يمكن المره اللي فاتت قلت لحضرتك ايه، انا بالنسبه لي لا يستقيم العلاج الجلدي بدون حاجه موضعيه. مفيش حاجه اسمها طب ما انا باخد ايزوتريتينوين اهو، طب ما طلعت لي بقع. ايوه ما ماشي، ما انا ما اقدرش، طب اعملي تقشير وما تدينيش دواء. لا، انا بدايتي الحقيقه لو بقع صغيره بحب قوي ابدا بدواء اسمه بيلوسنت كونسنتريت، مكون من مواد طبيعيه تماما، وبيتم وضعه على قدر هذه البقعه، يعني مش محتاجه تنبي الوش كله، هو مش مصمم لكده، هو مصمم. وزي ما اتفقنا المره اللي فاتت دكتور ايمن انه الكريمات ده تكنولوجي، ده مش كريم، ده تكنولوجي مصروف عليه ابحاث كثيره جدا عشان اقدر اصل بيه ان هو لما بيتحط على هذه البقعه بيخلخل خلايا اللون، وبيبدا الجلد يطردها، فتبدا مع تغير الجلد تختفي تدريجيا في ظرف اسابيع، وممكن ما احتاجش في الحاله دي اصلا ان انا ابتدي اعمل اي اجراء زي التقشير الكيميائي السطحي مثلا، مش هحتاج، هيكفيني هذا المستحضر الموضعي. لو وجدت ان انا محتاج اضيف تقشير هبدا اضيف، يعني هبدا بالموضعي ثم انظر انا وصلت لغايه فين بعد 3 4 اسابيع. طب وحتى لو انا هستخدم تقنيات زي التقشير السطحي، التقشير الكيميائي السطحي سوبرفيشال بيلز للبقع، برضو انا محتاج معاها في البيت لازم حاجه تشيل معايا برضو جزء من المشوار. لو انا الجلسات هتاخدني 70% 65% لما نخلي الكريم يكمل معانا ال 35 اللي فاضلين. عايز برضو افهم، لو احنا حطينا مقارنه ما بين المرطب الطبي اللي احنا اتكلمنا عنه والمرطبات اللي هي جاست مرطب، يعني بيقوم بص حضرتك اي كريم له شقين، مكون من ماده فعاله ومكون من حاجه اسمها الفيهيكل المركبه.
يعني انا بركبها على ايه؟ فانا المفروض ان انا في المرتب بحاول ان انا اركب هذا هذه الماده الفعاله ولتكن على سبيل ليس الحصر يعني، وهي ولتكن على سبيل المثال البنثينول على اساس ان دي ماده قديمه جدا ومشهوره جدا، انا ممكن اركبها على حاجه بنسميها ووتر بيز، يبقى انا بركبها على ميه او قاعده مائيه، يبقى لما تتحط اللي هم بيسموها فانيشينج كريمز والحاجات دي كلها تختفي وما بتتركش اثر، والجسم بيشربها على طول وبتحتفظ للجسم بالنضاره بتاعته. لو انا استخدمت هذه الكريمات تنفع اكتر في البشره الدهنيه، لانها انا مش عايز احط حاجه دهنيه تقيله. في مرطب بقى يبقى موجود على اويل بيز، يعني موجود على قاعده دهنيه، فالمرطب اللي موجود على قاعده دهنيه ده لما احطه هيقعد، ده لما احطه هيقعد، من الوارد ان هو يؤثر على المسام او جوده المسام او قدره المسام على التخلص من السموم وبالتالي يسدها، ونبدا ندخل في اللي احنا كنا بنتكلم فيه المره اللي فاتت من أكني. حبوب او اكني أحب. وعشان كده احنا عندنا نوع من انواع الاكني اسمه بوماد اكني. بوماد كلمه فرنسويه معناها المراهم، يعني اكني المراهم، اللي هو الناس بقى اللي بيجيب من اي حته، بيجيب اي حاجه مش عارف هي ايه، مش تحت اشراف طبيب، ده مرطب لطيف حلو قوي حطيته على ايدي كده لطيف وكده حلو وتخين كده وجميل، احطه ابص لنفسي بعد اسبوعين ثلاثه الحق ده بدا يطلع لي حبوب، وندخل احنا في مرحله علاج ملهاش اي لازمه احنا اللي سببنا فيها بقليل من الـ يعني سوء الاستخدام. المرطب البيونيكيبيت بتعمله ده بيز بتاعته ايه؟ الريليبيدايزنج اويلي بيز، عشان كده قلنا ده بنستخدمه لما بكون بستخدم الايزوتيتينوين، لان بيبقى عندي جلد جاف جدا وبيبقى عندي كان حضرتك ارض مشققه، فلازم هذه الشقوق ترقب وتتقفل عشان الجلد يحتفظ يختزن ميه. ما هو انا النهارده الجلد بتاعي عنده قدره اختزان ميه، انا دلوقتي نشفته خالص ففقد هذه القدره، فبدا ينشف وينشف اكتر واكتر واكتر لغايه لما ممكن يؤدي ان انا ما استخدمش الدواء اللي انا عايزه، لاني مش قادر اتحمل الجفاف لانه بيعمل حرقان، لان حضرتك بتكشف العصب. العصب اللي هو حضرتك تحت الجلد محمي، انت حضرتك التشققات دي كلها كشفته، فاصبح هذا العصب مكشوف، فمش قادر استحمل حتى ان انا احط ميه خارجيه، يقول لك لا مش قادر احط حتى الميه بتعمل لي حرقان. فهنا بيصبح ان انا محتاج احط حاجه زي الريليبيدايزنج لايبو جيل، علشان على الرغم ان هو جيل فورم، دي النقطه بقى اللي احنا قلناها، هو يحتوي في المادة الفعالة على دهون، ولكن القاعدة بتاعته جيل يعني مائية، وبالتالي مش هيسبب حبوب وهيتم امتصاصه على طول ويرجع الجلد يرقب هذه الصدعة. إذن النتيجة النهائية لحوارنا المهم في المنطقة دي إنه لا استخدام للأيزوتينويد من غير مرطب. ده بدون شك. بدون شك. دي بقى يعني الخلاصة بدون شك. بتاعت هذه المنطقة. بدون شك. الحوار ده أول مرة يذكر في الناس الحلوة، وأعتقد في الإعلام العربي كله. ننتقل إلى الإكزايمر ليزر. إحنا هنتكلم على الفراكشنال ليزر. أو فراكشنال ليزر. فراكشنال ليزر. الإكزايمر ده إن شاء الله هنتكلم عليه بقى مستقبلاً في البهاء والصدفية. الفراكشنال ليزر هو ليزر الجزيئي. فكرة بتاعته إحنا كان زمان عندنا التسطيح بيتم بليزر ثاني أكسيد الكربون، بس ما كانش جزيئي، كان بيطلع نبضات على بعضها بحيث إن أنا كأني بشطف الجلد كله. ده الحقيقه كان بيضر جامد جدا، لانه فتره اعاده بناء الجلد بتطول. الفراكشن الليزر الفراكشن الجزئي بيطلع عمدان من الضوء، تدخل من 20 ل 350 مايكرون عمق بطبقات مختلفه، علشان اقدر اعمل تحفيز لخلايا الكولاجين اللي هي الفايبروبلاست اللي بتطلع كولاجين والاستين. الكولاجين حضرتك فكر فيه على ان هو المونة، يعني بيدي الصلابه. الالاستين هو اللي بيدي الليونه والمرونه، ان انا لما اشد الجلد يرجع. فصلابه الجلد جايه من الكولاجين، مرونته جايه من الالاستين، والاثنين بيطلعهم خليه اسمها الفايبروبلاست. هذا الجهاز بيحفز الفايبروبلاست انها تبتدي تطلع الكولاجين والالاستين، ده نمره واحد. نمره اثنين، بيبدا احنا اتفقنا انه الاثار حب الشباب عباره عن ان انا حصل التهابات كتير قوي، فتليفات كتير قوي، فتشد الجلد لتحت من خيوط متليفه. الجهاز ده بيقطعها، يبقى هو بيقطع الخيوط المتليفه اللي تحت الحفر
وفي نفس الوقت بيحفز الخلايا انها تبني جلد جديد، تبني كولاجين جديد، تبني إلاستين جديد، فيبدأ الجلد يرتفع لمستوى السطح. طيب فكرة الجزيئي دي ليه؟ عشان أنا لما بدخل جزيئات وبينها جزر من الجلد السليم بنسميها islands of normal skin، يعني أنا دخلت نقط نقط زي ما شفناها وسايب في النص جلد سليم، يبقى الالتئام أحسن وأسرع، غير لما أقوم شايل كله يبقى التئام الجلد هيبقى أصعب بكتير وبمضاعفات أكتر بكتير وبما يسمى بالداون تايم، يعني إن العيان هيقعد في البيت فترة طويلة جدا، لما هنا يومين ثلاثة أربعة ده لو حد يعني حساس جدا ويقدر ينزل يمارس حياته الطبيعية كمان، وحتى هو ينزل يمارس مسيرة في أول يوم، لكن بيبقى لسه باين بعض الآثار الخفيفة. فطبعا الفراكشن الليزر ده عمل صيحة وطفرة في مش بس في آثار حب الشباب، أنا يعني بنتكلم استخدمه في الحروق وفي الندبات وفي التجميل في نضارة الجلد عشان نستعيد النضارة بإيه؟ بتحفيز خلايا الكولاجين والإلاستين. إمتى بتظهر النتيجة؟ عدد الجلسات؟ آه زي ما احنا اتفقنا حضرتك، احنا لسه كنا بنقول إنه مفيش حالة زي التانية. آه ما بنقولش أقل من ثلاث حالات، ثلاث جلسات، والفاصل الزمني ما بين الجلسة والتانية شهر. لأن حضرتك الليزر مش بيشتغل مسكن، يعني مش سطحي. ده بيتفاعل، احنا اتفقنا ده بيحفز خلايا وبتشتغل، يبقى مش معقول انا هعمله النهارده والاقي نفسي بكره الدنيا اتحسنت. بقول ثلاثه علشان ده المتوسط اللي انا بشوف بعديه نتيجه مرضيه. في ناس بتيجي تقولي بعد اول جلسه انا حاسه بفرق، الحمد لله ببقى مبسوط جدا، لكن انا بستنى الجلسه الثالثه. في ناس بتكمل اربعه وخمسه وسته، وفي ناس بتبقى وصلت لمرحله من الرضا او الساتسفاكشن ان هو حتى لو الحاجه ما راحتش 100% ولكن من كتر ما الدنيا فرقت اقدر ان انا يعني اتعايش مع ده، واقدر اوسع المسافات بعد كده واجي كل فتره اعمل جلسه، لان احنا وانس ان احنا وصلنا لبلاتو من ان الجلد خد وضعه الطبيعي خلاص احنا واقفين عندها بقى. طب انا عندي شويه كمان هيبانوا عندي، من ساعات الواحد لما بيقعد يعمل جلستين ثلاثه يحس انه ما حصلش فرق يختفي، يقول لك لا ده ما جابش نتيجه خلاص ده الموضوع كده انتهى. الليزر بيفضل شغال، في ابحاث بتتكلم عن ان الفراكشنال الليزر بيشتغل لمده 6 شهور بعد انتهاء اخر جلسه، وفي بيبرز بتقول اكتر كمان، لكن يعني خلينا ناخد فافاجئ بهذه المريضه راجعه لي بقى بعد 10 اشهر عملت 3 جلسات تقول لي ده فرق بقى على مدار الشهور اللي في النص اللي انا كنت ايه قلت لا ده خلاص مش هيجيب نتيجه، فعايزه بقى لو انا اقدر اكمل كمان جلسه ولا حاجه عشان فاضل حاجات بسيطه. التقشير الكيميائي، التقشير الكيميائي تقنيه قديمة جدا وفعالة جدا، في حاجات كده ثوابت زي الأسبرين والكورتيزون والبنسلين اللي هي ما عرفناش نلاقيها بدايل. التقشير من الحاجات المهمة جدا جدا جدا، والتقشير له درجات، يعني سطحي أو متوسط أو عميق حسب درجة الندبات اللي موجودة، يعني لو الندبات دي مش ندبات وبقع فقط السطحي يكفي. المتوسط في أثار حب الشباب مش بنستخدمه كتير، العميق بنستخدمه اكثر في الندبات العميقه بان احنا بنعمل تقنيه اسمها كروس تكنيك، ودي يعني بنبقى بنعتمد فيها ان احنا بنستخدم تركيز عالي جدا من مواد زي التي سي اي اللي هو تريكلور اسيتيك اسيد في الحفر نفسها، وبعدين طبقه تانية بتركيز اقل على المنطقه كلها. الحقيقه انها بتجيب نتائج رائعه. المشكله الوحيده اللي بتحدنا في التقشير الكيميائي هو الشمس والضوء والحرارة، ان احنا بلد كل دول عربية بلاد مشمسة جدا وبلاد حارة، فالمريض اللي بيعمل حاجة زي كده بيبقى فيه ضوابط صارمة جدا، مثلا ممكن اسبوع مفيش هزار، مفيش خروج يعني مفيش خروج، مفيش نزول يعني مفيش نزول، وإلا هنتحرق. فبنبقى مركزين فيها قوي ان احنا ما نعملش الحاجة دي غير للمريض الجاهز، وانا شخصيا بتوقف عن التقشير في الاشهر الحاده بتاعه الصيف. 6 7 8 دول ده احسن وقت للتقشير اللي احنا فيه دلوقتي، ده رائع. ده جميل، شتاء هو زبز. والتقشير محتاج على فكره تحضير قبليه، بفيتامين الف موضعي بنبدا نحضره، ولكن ووقيات شمس وبعض حاجات التفتيح، ولكن الاهم هو ان التوقيت بتاعه يكون اكتر في الشتاء. تقييم حضرتك للديرما بين والديرما رولر؟ الديرما بان والديرما رولر، طبعا الديرما رولر ظهر الاول. فكرة الوخز في حد ذاتها فكرة رائعة، لأنها فكرة على قد بساطتها
إلى أنها بتؤدي إلى تحفيز الخلايا وتحفيز الدورة الدموية وتنشيط العديد من المواد اللي بتساعد في اللي هي الجروث فاكتورز بنسميها معاملات النمو. الديرما رولر هو اللي ظهر في الأول والحقيقة نتائجه حلوة جدا، وهي سنون بتبقى عادة من التيتانيوم وبتجيب نتائج رائعة. إنما لقينا إنه الرول عشان بيمشي على الجلد فالدخل لو هو بيخش هو بيبدأ يعور الجلد وهو داخل، فحجم الجرح طبعا احنا بنتكلم في مايكرونز بيبقى كبير شوية، فنسبة الضرر للجلد بتبقى تقيلة شوية. الديرما بان حل دي ان هو ما بيبقاش بيتحرك دائريا، بيتحرك رأسيا، وبالتالي بيبقى قدر الدامج اللي بيعمله هو قدر كافي انه يدخل يقطع جزء من التليفات، يحفز الخلايا، يحفز الدورة الدموية، يحفز معاملات النمو، ويبدأ البيشنت أو المريض يحس. بعد بنعمل مثلا جلسة كل أسبوعين كل ثلاثة، ولو كانت الجلسة قوية ممكن نعمل جلسة كل شهر، وممكن برضو بنتكلم في حدود ثلاث جلسات نبدأ نحس إن دي بقت إيه تستوي وبدأ الشكل يبقى أحسن. هل نلجأ إلى حقن الفيلر والدهون أو الدهون؟ بص حضرتك الفيلر طبعا ممكن نلجأ له، لانه الفيلر احنا هنا لينا فلسفه تانية فيه. اولا الفيلر في كل اللي احنا اتكلمنا فيه ده هو الاسرع، لانه هيبان نتائجه في غضون اسبوع لاسبوعين، لان انا بحط الماده، انا بدخل الحقنه الابره بتاعتي في الطبقات العميقه من الجلد اللي هو الديب ديرمس الادمه العميقه، بكسر التليفات بالابره، وبعدين احط الماده اللي ترفع الحفره. فهي ميكانيكيا هندسيا بتوع المهندسين بيعملوا حاجات زي كده، يقعد يقول لك قاعده، يقول لك هنحقن اسمنته، واحنا بنحقن اسمنته. الفيلر مهم بس بيجي في اخر الطابور لسبب واحد فقط، ان هو مؤقت. فالناس بتبص للليزر على انه هو تحسنه بطيء بس دائم، التقشير بطيء بس خلاص، انا عالجت الحاجه هنا، انا حطيت حاجه تحتها، رفعت المخدة لفوق، بالمخدة رفعت الحفرة لفوق، ولكن بعد فترة تطول أو تقصر، ممكن تصل إلى سنة، لكن حينزل تاني. فالفيلر بنلجأ له لما يكون في حد مستعجل. يعني في ناس، وعلى فكرة حب الشباب في إحصائيات بس أنا مش هقدر أقول أرقام لأني أنا الحقيقة مش فاكرها، بتقول إن جزء كبير جدا من مرضى حب الشباب أو أثار حب الشباب لا ينجحوا في حياتهم العملية غير بعد التخلص منه ومن الاثر. في منهم ناس بتنتحر، وفي ناس كتير جدا بتحاول الانتحار، وفي ناس كتير جدا بتلجأ لاطباء نفسيين لانه حياته بتبقى متوقفه تماما. انا عندي ناس بتطلب تحديدا انها تيجي في مواعيد غير مواعيد العياده علشان ما حدش يشوفها ويجرحها بكلمه، مش بكلمه، بنظره، بنظره بس، نظره قاعده هي كده وهو قاعد كده ويلاقي حد بيبص له البصه اللي هي بتاعت يا عيني مش عايزها. فالفيلر هنا لو انا عندي حد عنده ظرف مهم، رايح مقابله عمل، هتبدا حياته في مقتبل حياته، واحده بنت داخله على مشروع زواج او خطوبه، او رايحه تعمل مقابله عمل في حته، مسافره علشان ماموريه عمل، فمش هتقدر بقى تستنى انها تنتظر الشهور الطويله، فبنلجا للفيلر. حقن الدهون، حقن الدهون انا يعني كان ليا الشرف ان انا اشرفت على اول رساله في قسم الامراض الجلديه في القصر العيني بالتعاون مع قسم جراحه التجميل في حقن الدهون في اثار حب الشباب، وكانت رساله ماجستير، ثم كملنا مع نفس الطالبه للدكتوراه علشان تكتسب خبره اكتر وتستطيع انها يعني تجود بقى، وزودنا عليه بقى ساعات بلازما، وزودنا عليه ساعات مواد معاملات نمو، وعملناه لوحده. حقن الدهون بيمتاز بان هو ادوم، ممكن يقعد سنوات بس ما بيبانش نتيجته على طول، نتيجته بتبان بعد 3 اشهر على ما يبان. يعني على ليه بقى؟ لانه الدهون ثبت ان فيها خلايا جذعيه 200 ضعف اللي موجوده في النخاع، وبالتالي هي بتعيد بناء الجلد حقيقه، ولكن هتاخد وقت عشان تتفاعل مع الجلد بتاعي، وانا واخدها من البطن او من الارداف، وغالبا بناخدها من البطن، احنا اللي احنا عملناه التقنيه بتاعتنا كنا ناخدها من البطن، وبتتحقن في الوجه بمخدر موضعي. بس النقطه هنا الحيويه والقاسيه جدا، الدهن افاسكولار ستراكشر، يعني نسيج ما فيهوش دم، نسيج غير دموي، لو دخلوا ميكروب مش هيخرج.
دايما الحته اللي ما فيهاش دم لو دخلها ميكروب مش هيخرج. دي بقى اللي احنا بنقعد مملمين. حضرتك ادي زي ما انت عايز. مش هيوصل ازاي؟ عندنا في الطب لو في بروستاتيك فالف صمام بالظبط كده صناعي بالظبط كده وصل له ميكروب بس خلاص بس ولا لا لازم حتى اشيله بس كده هي دي. فهي النقطة دي مهمة جدا لأن سهلة وتبان سهلة بنشفط من هنا ونحقن هنا وبندورها في جهاز بتتخفف سهلة بس لو ما كانش فيه إجراءات تعقيم صارمة صارمة. أذكر وأنا في ألمانيا وكنا بنتعلم شفط الدهون وأنا عديت في ظهر وإحنا متعقمين كلنا وأنا عديت في ظهر زميل لقيت الممرضة جاية جاري عليا وراحت شداني لورا علشان قالت لي ظهره مش متعقم هو الجاون متعقم هو من ورا الجاون مش بيبقى بتاع العمليات مش دايما بيبقى مقفول الاخر فهو مش متعقم وانت لمسته بالجوانتي ما توقفش حتى جنب الطرب اطلع خلاص تعقم من اول وجديد تاني خلص واقلع كله والبس اول كله عشان لو ميكروب دخل في حقن الدهون هتبقى كارثه. لو انا بشرتي دهنيه اي اغسل وشي بميه وصابون؟ خلينا نقول لحضرتك ان دائما ابدا غسيل الوش بالميه والصابون ده حل سحري بس انقي الصابون واشوف المعدل اللي هغسل بيه لان انا لو افرط احنا حضرتك لما ربنا بيكون لنا طبقه دهون طبيعيه الطبقه دي مش بس بتضيف للشكل والنضاره ولكنها بتحمي من الفطريات والبكتيريا. لو انا بقى غسلت 17 مره في اليوم مش بتتكون فيصبح جسمي ده ملعب ميكروبات. فبص الاقي المريض جاي بامراض اخرى ناتجه عن التهابات وتلوثات حصلت من الجلد من فرط النظافه. لان هو عمال مش ملاحق. في ناس حقيقي فعلا تقول لي انا اول ما احس ان ما اعرفش يجي لي حاجه كده اول ما احس يعني مش قادره. في امراض نفسيه مرتبطه انما حتى بيقول حتى في ناس ما عندهمش الوسواس لكن وسواس النظافه هيصبح عندهم وسواس. فاحنا لما بنقول بنغسل مره مرتين ثلاثه اربعه في اليوم وارد كويس قوي هايل ممتاز. نوع الصابون مهم قوي لان في صابون يعني بيونيكي بتعمل صابون وبتعمل غسولات ما فيهاش بارابن ما فيهاش صوديوم لوريل الحاجات دي كلها. هو انا عايز بس كومنت أيوه. لان انا كدكتور انا الحقيقه مبسوط جدا بفكرهم العلمي بفكر بيونيكي طبعا فكر ان انا اعمل كل حاجه ليها ميديكال باك جراوند ليها ميديكال بيز ليها ميديكال سولفنج بروبلم انا بحل مشكله طبيه وكونسيدريشن طبي هذا شيء فعلا يعني ريسبكتبل جدا يحترم جدا لانه يعني رفع البلاتو بتاع فكره اللي احنا كنا بنقولها لحضرتك دايما على طول اللي احنا بنحاول نقولها سنين يا جماعه مش اسمها ده بيحط كريم يا عم حط كريم بقى وخلاص هي مش حط كريم هو الكريم ده ايه وفي ايه ولازم وراه انا عارف الجلد طبقاته ايه وخلايا شغاله ازاي وايه اللي بيحفز وايه اللي بيقلل عشان اقدر ان انا لما احط الماده الفعاله دي بالشكل الموصوف ليا من قبل الطبيب احصل على افضل واقصى نتيجه ممكن. عملوا صابون في صفاء وصابون وغسولات وميه يعني في غسول وفي ميه غسول فوم ده مثلا الفوم للبشره اللي فيها حب شباب مفيد جدا مفيد جدا جدا لانه احنا بنانكلوج على طول بنشيل طيب ولو انا موجود في السوق المصري موجود والميه موجوده الووتر كلينزنج ووتر عشان انا ما ممكن اكون في مكان مش عارف اغسل يعني ده رائع دي انا بحبها جدا يبقى معايا انا وبعدين انا ممكن نزلت وحرقت ومشيت تراب دي رائعه انا محتاج حاجه بس انا ما قداميش حته اروح اغسل وشي بميه وصابون عشان كده حضرتك هو الميه والصابون حل سحري دائم ما فيش فيه فصال انما يعني اساتذتنا في القصر العيني كانوا زمان يقولوا للناس اللي عندهم القشور الاكزيما الدهنيه والقشره او حتى يقول له اغسل بميه اشطف شعرك بميه بس خلاص ده علاج القشره. طبعا الدنيا اتطورت لكن قصدي اقول فايدتها فايده كبيره قوي بس انا ممكن ما الاقيهاش يعني انا في حته ومش هعرف اخش بقى ادور بلاش نقول دي ان يعني لسه هو كنا احنا في كورونا اهو دلوقتي هتلاقي معظم الحمامات في اماكن عامه مقفوله لانها خطر الدخول والخروج ليها حتى انا خايف ادخل او انا خايف ادخل دلوقتي لو مفتوح فانا معايا حاجتي ميه على قطنه مسحت صفيحه زباله رميت القطنه فيها وخلاص. كالعاده هنستمتع بابو العريف. ابو العريف انت حبيته انا حبيته طبعا جدا الصراحه عجبني هنسمع ابو العريف النهارده
اكيد هيقول حاجه تثير شهيتنا لضربه. قول يا نجم، قول يا بحر المفهوميه، ترعه العلم، قول. يا باشا انا من عادتي ما بحشرش نفسي في اللي ماليش فيه، وعندنا في الشغل لما الستات تتكلم مع بعضيها اعمل نفسي مش سامع. بس الحاجة رجاء بتاعت الحسابات دي زي اختي الكبيرة وبتجيب لي سندوتشات، لقيتها متضايقة وعاوزة تروح المدرسة السنوي بتاعت بنتها تعمل شكوى في زمايلها بيتريقوا عليها عشان وشها فيه حبوب وهي بتقعد تحفر فيها. تمام يا حاج رجاء، كلنا ضد التنمر، support you and support your daughter. بس نصيحة من أخوك الصغير، اشتري لها جهاز إزالة دهون الوجه من على الإنترنت يخلصها من مشاكل الحبوب والرؤوس السوداء، ونبقى حلنا المشكلة من أساسها وخرسنا البنات النوتي زمايلها المتنمرين. فين بقى السندوتشات بتاعت النهاردة يا حاج رجاء؟ ليه دايما يا ابو العريف تخليني اسمع كلمتين منك في الاول اتبسط، وانا خارج من الاوضه تروح قايل تكمل القصيده بكفر؟ اه والله تكمل القصيده بكارثه، تخليني اجيب القله من بره واجي اكسرها فوق نافوخك. طبعا مفيش حاجه من النت خلاص، طبعا ده كارثه الكوارث. كارثه الكوارث، لان حضرتك اولا في الطب احنا طول عمرنا في الجلديه تحديدا بنشتغل بادويه مركبه، زميلي بيركب صيدلي، وبناء على ايه؟ على توصيه الطبيب، يبقى عارف ايه اللي بيتحط في ايه عشان يعمل ايه. انما انا النهارده في الانترنت، هو انا شو يعني؟ هل هذا الشخص شافني؟ يعني انا مريض اهو، عندي شيء، عندي دمامل زي ما بيقول، هل هو شاف الدمامل بتاعتي دي؟ هل هو اصلا اللي بيعرض هذا المنتج طبيب اصلا؟ فدي بقى الكارثه الكبرى. ده هو هيبقى واحد زي ابو العريف ده. انت وجودك معنا شرف كبير لينا، شرف لي، شرف كبير للاعلام انه قيمه علميه كبيره في عالم الجلديه وفي عالم التجميل يكون موجود على شاشات التلفزيون. دي نقله نوعيه كبيره جدا في الاعلام العربي وفي الاعلام المصري، انه كبار الاساتذه يقبلوا الاستضافه في التلفزيونات ويتحاوروا في يعني تفاصيل علميه. احنا دلوقتي زي ما بيقولوا في المرحله، هنقول ايه، في مرحله الاستمتاع بالعلوم الطبيه اللي احنا بنسمعها. احنا عندنا في البطن بدانا استمتعنا جدا، دلوقتي في الجلديه بنستمتع جدا، في العيون، في المخ والاعصاب، يعني تقريبا معظم برنشات الطب بقى عندنا كل قمم مصر بوجودك معانا. اكتملت هذه برضه بكرر تاني الشكر والفخر ليا، فخر متبادل اذا كان انا اكون اضفت للناس. وحضرتك بتقول ان حضرتك سعيد ان انا موجود معاك، فثق تماما ان انا اسعد ان انا اكون موجود معاكم، وان احنا نحاول ندي لناس معلومه علميه بسيطه ونعرفهم انه تخصص الامراض الجلديه هو تخصص مهم ومن اقدم التخصصات ومن اهم التخصصات اللي بتخاطب صحه وحياه الانسان، وان المعلومه الجلديه مش بالسطحيه والبساطه اللي الناس كانوا فاكرين خالص. دي معلومه عميقه جدا، وعايز اقول لكم ما يقال هو واحد من المليون من المعلومات اللي ممكن تتقال في رساله دكتوراه او في مناقشه في سيمينار على مستوى البوست جراديويت. ده واحد من مليون او من 10,000 جزء من المعلومات، بسيط جدا جدا، فما بالك باللي بيبسط عن كده. هذا امر يدعو للاستغراب. ضيفي العزيز القيمه العلميه الكبيره والاسم الكبير في عالم الجلديه الاستاذ الدكتور عمر عزام، استاذ الامراض الجلديه والليزر، الاستاذ بكليه الطب قصر عيني جامعه القاهره، والمدير للعيادات الخارجيه بمستشفيات جامعه القاهره، عضو الجمعيه المصريه للامراض الجلديه والتناسليه، والسكرتير عام الجمعيه الافرو اسيويه للليزر وتجميل الجلد، وعضو مجلس اداره الجمعيه المصريه الطبيه لدراسات السمنه، والحاصل على منحه دي اي اي دي من جامعه بون بالمانيا. طبعا الاسم الكبير القدير كان مبدعا في واحدة من أرقى حلقاتنا في الناس الحلوة. كل كلمة تكرر، والنهاردة أعتقد أن احنا بنقول علم وفي نفس الوقت بنقول الواقع اللي لازم الناس تمشي عليه. فاللي هيفوتوا حلقات من دي أعتقد هيفوتوا خير كتير جدا. خليكم مع الناس الحلوة. الأسنان شيء مهم جدا، وعالم الأسنان عالم سحر. أنا قعدت سنين على ما وصلت إن لا،
انا هعمل اشعه مقطعيه وانا بخلع ضرس العقل عشان انا مش عايزه مشاكل. مريض السكر لازم التراكمي بتاعه ينزل، ما قلتش ابدا ان مريض السكر مش هيزرع. المشكله بتقابلني في التقويم ان بيجي لي العيان اوريدي مركب الجهاز، الحاله متشخصه غلط ويقول لي صلحي. العالم فيه تقدم كبير جدا في العيادة اسنان جدا. كتير بقى قوي قوي يجي يشتكي من ضرس ويقول لك انا عملته علاج جذور وطلع خراب وقعد ينزل في مده وحصل وحصل وحصل، ابص في بقه الضرس مش موجود اصلا. مساء الخير، اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ الحمد لله، وحشني والله. هو خايف يوريك سنان. انا اكتشفت ان موضوع التشخيص موضوع في منتهى الاهميه ومحدش مديله حجمه. هرمون الهبل ده موجود فيك عادي، ملوش اي علاقه. والعقل اللي رايح مسافر ده مش ملوش علاقه دخلت بالسعال ولا لا. لازم الناس يكون عندها منطق ان الدكتور مش تاجر، الدكتور بيتارجت نتائج اكتر من المريض نفسه. ليه؟ لان انا سمعتي في راحتك. الدكتور اسراء احمد السعيد، استشاري جراحات الفم والاسنان بكليه الطب القصر العيني، ماجستير جراحات الوجه والفكين كليه الطب القصر العيني، ماجستير جراحه الفم والاسنان كليه الطب القصر العيني، حاصل على الدبلومه الاسبانيه لزراعه الاسنان جامعه سيفيا، عضو الجمعيه الامريكيه لجراحين الاسنان. اهلا بكم. في اشياء في الاسنان تاثيرها على الاسنان موجود، بعضها مشهور جدا وبعضها اقل شهره وبعضها ربما لا يخطر على بال الكثيرين. عندي ثلاث امثله، واحد مشهور، الثاني الثالث هتستغربوا. المشهور هو تأثير السكر. مين فيكم ما يعرفش ان السكر بيأثر على السنان؟ كلنا عارفين الكلام ده. والدراسة الأمريكية الحديثة اللي اتنشرت لسه في الواشنطن بوست قالت انه مرض السكر من النوع التاني بيزود فرص الإصابة بالتهابات اللثة، بتساقط الأسنان، وقالوا ان السكر بيغير حاجة اسمها الميكروبيوم في الفم، وده بيؤدي إلى تغير البي اتش بتاع الفم وبالتالي ارتباطه وثيق بمشاكل الفم والأسنان. بنسلفانيا الأمريكية، جامعة بنسلفانيا الأمريكية هي اللي نشرت هذا البحث أو هي اللي عملت هذا البحث وسمته يعني أو نشرته في السيل هوست ميكروبيوم. ديت دورية مشهورة جدا ويعني خوفت قوي من تأثير السكر على الفم. جه بعد كده ده المشهور، يعني كلنا عارفين ده، الأقل شهرة اللي قاله مانكينادا سانكراماني، اسم حلو قوي. ده دكتور ربط بين فيتامين دي وبين مشاكل السنان، وقال إنه العظام بتاعت الفك، التئام عظام الفك، قوتها بيعتمد على فيتامين دي. في ناس كتير عندها نقص في فيتامين دي وبالتالي عظام الفك ضعيفة، وبالتالي دول مشاكلهم مع السنان هتبقى كتيرة جدا. يبقى إذن تشرب الأسنان وقوتها وتعظمها ووجود نسبة كالسيوم مرتبط بفيتامين دي. مين فينا عارف المعلومة دي؟ قليل قليل قليل. طيب الحاجة بقى اللي استغربتها جدا، علاقة الأسنان واللثة بالوزن. الوزن الزايد قوي يؤثر على الأسنان واللثة، وقالوا إن الخلايا المسببة لالتهابات اللثة هي نفسها الخلايا التي تلعب دور كبير جدا في إن الإنسان وزنه يبقى زايد جدا. خلي بالكم إن كل حاجة بترتبط بالأسنان بيدرسوها دلوقتي دراسة وثيقة جدا، وفي علاقة وثيقة ما بين مشاكل الأسنان واللثة ما بين مشاكل الجسم، سكر، نقص فيتامينات، زيادة وزن. المسألة في إذن ارتباط وثيق. لكن هيبقى شيء مهم، إنه الأسنان واللثة جزء من الصحة العامة، ودكتور السنان دلوقتي بقى جزء من فريق عام جدا هو الاهتمام بالصحة العامة، وهو أنا في رأيي إنه صاحب مفتاح البوابة
دي البوابة، ظبطنا البوابة وخليناها شيك وحلوة ومتظبطة، أكيد البيت من جوه هيبقى حلو. البوابة وحشة، يعني أنت لما بروح نزور حد كده نلاقي البوابة بتاعت بيته وحشة ومتهلكة وبتزيق وبايظة، هل تتخيل إن أنا هطلع ليه قصر يعني ألاقي بيت معمول على أحلى مستوى؟ هيبقى شيء غريب مستحيل، هطلع على أي حاجة بايظة رخرة. السنان والفم كده. النهاردة حوار مثير للغاية مع ضيفتي المبدعة للغاية، تبدع دائما في حوارها وانا ببقى مبسوط جدا، وخصوصا النهارده كمان لان النهارده في مفاجآت جميله على مدار الحلقات دي، الحلقه دي والحلقات اللي جايه. عندنا سلسله مهمه قوي اسمها من فم العيان لفم العيان، من فم العيان في حكايه لفم العيان في تصحيح. ضيفتي العزيزه المبدعه دائما الاستاذه الدكتوره اسراء السعيد، اهلا بيك يا دكتوره. اهلا يا دكتور ايمن. حلوه من بق لبق من فم الى فم. حلو، حلوه فكره حلوه. كيس هتحكي وانت هتظبطي البق، صح الكلام؟ بتاعتي دي بقى، انا بقى هقعد احكي فيها دي، هطلع كل اللي جوايا. انا هحكي لك القصه وانت تقولي لي، هي اسئله ناس ماشي. انا زودت عليها على فكره الاسئله، كنت في لايف دلوقتي وناس سالتني وزودنا الاسئله علشان الناس بتسال اسئله كتير على اللايف دلوقتي بيبقى ضيق، فقلت انها هرد عليكم جوه في الحلقه. حلو، يبقى هما يربطوا بين اللايفات اللي في الصفحه بتاعتنا وبين بالزبط اللي هيحصل دلوقتي. أنا ساعات هتقمص شخصيات وأنا بحكي لك السؤال. أوكي. وساعات هسألك السؤال بشكل طبي رونقي يتناسب مع البدلة الشيك اللي أنا لابسها. أوكي؟ أوكي. يعني ساعات هتقمص شخصية. أوكي. أوكي؟ الشخصية. الكيس الأولاني مش هتقمص حاجة، هسألها لك كراجل بينقل لك قصة. سنه 30 سنة، عنده وجع شديد بسبب ضرس العقل، بيحس بالوجع على فترات بعيدة، هل الأفضل إنه يخلعه؟ ولو خلعته إيه الضرر؟ طيب هو 30 سنة عدينا المرحلة بتاعت التسنين، فإحنا عايزين الأول نقرر الضرس دوت هنخلعه ولا هنعمل له علاج جذور ونحافظ عليه. فلازم ناخد قرار. الضرس دوت لو طالع في مكانه مظبوط، يعني مش واخد زاوية ميل ناحية اللسان ولا ناحية الخد ولا واخد أي زاوية ميل، يبقى الضرس دوت مهم. طيب لو كان الأوبوزنج بتاعه، يعني الضرس المقابل ليه في الفك العلوي، موجود وشغال وما فيهوش اي مشكله ولا مسوس ولا اي حاجه، والضرس ده بياكل عليه وبيستفيد منه، يبقى الضرس ده على طول هنعمل له علاج جذور ونعمل له طربوش ونحافظ على وجوده. طيب لو الضرس ده طالع مايل بالعرض او مكسر او طالع في الخد او اللي فوقه مخلوع، ما هو اللي فوقه مخلوع يبقى كده كده هو مش هيندغ الاكل، فهو كده كده ليس له قيمه. يبقى في الوقت ده هناخد قرار ان احنا نخلعه. علشان احنا نخلعه هناخد قرار، يعني هيتخلع عادي يا هيتخلع بعمليه. مين بقى اللي هياخد القرار معانا؟ الاشعه المقطعيه هي اللي تقول لنا العظم اللي حواليه قد ايه، قريب للعصب الوجهي ولا لا، ايه المشاكل اللي ممكن تقابلنا، فبنحدد دي عمليه بسيطه ولا عمليه يعني متقدمه ولا معقده ولا القصه هتمشي ازاي. كده يبقى احنا خدنا القرار بناء على الداتا اللي حضرتك قلتها لي، ده هيتخلع ولا مش هيتخلع. حلو كده المساله واضحه له بالظبط. الفير الفظيع اللي الناس بتتكلم فيه بتاع ضرس العقل والبهدله، وهقعد اشتغل 3 ساعات والناس وابن خالتي مش عارفه جرى له ايه، والدكتور خلعه على مرتين وعقله هيخف والكلام ده كله، زي هو جاي بيقول لي ايه، انا مراتي ضرس العقل وتعبها بس انا خايف تتجنن اكتر ما هي مجنونه. قلت له يا فندم مالهاش علاقه، هو يسمى ضرس العقل زي ما هي مش هو ده اللي هيزود، انت اللي شايف حاجات تانية. لا يا باشا مش هو شايف يا مجنون. فهي القصه كلها ملهاش علاقه بالعقل اللي هو ده، هو ليه علاقه ان ضرس العقل ده بيطلع بعد ما الانسان يعقل، يعني مش طفل بس، دي كل الفكره. يعني الدكتور بيقول لي انه عايز يعمل اشعه مقطعيه، وانا عايز اعمل سنه، ركب سنه اماميه، ليه تعملوا لي اشعه مقطعيه؟ تكلفه وخلاص. بس الموضوع دوت والله انا تعبت منه قوي. بص يا معلم يعقوب، هو القصه ما فيش حاجه اسمها تكلفه وخلاص. يعني انا ممكن اوريك حالات كتيره جايه تعمل حاجات واصروا ما يعملوش اشعه مقطعيه، وبعد ما انا شكيت في الحاله صورنا اكتشفنا مشاكل حقيقي كبيره. صور لاشعه مقطعيه، يعني مثلا الحالة دي يا دكتور أيمن قد تكون مماثلة لحالة المعلم يعقوب. ده شاب جميل ولطيف وبمنتهى الصحة والشباب، عشرينات يعني أوائل العشرينات كمان، دوت جاي علشان السنة اللي مايلة دي مضايقاه، وداخل بكرة امتحان كلية عسكرية، فهو عايز يعمل لها طربوش ويعدلها.
فانا شكيت في زاويه ميل السنه اللي هي ناحيه اليمين. في كيس دهني. والله برافو عليك، ده انت بقيت دكتور مثالي بعد كده. تعال اقرا معايا اشعاعات بقى. وواضح وضوح الشمس اللي هو بقى ايه، ما فيهوش شك. انا شكيت ازاي ان ما فيش سنه بتميل بالزاويه دي بطريقه منطقيه؟ دي مش منطقيه، دي زاويه غير منطقيه. مرضيش ابدا ابدا يعمل اشعه مقطعيه. انا عملتها على يعني تكلفتي انا اللي تحملتها، لان ده شيء غير منطقي. عملنا الاشعه، شاف المنظر دوت، طبعا هو قاعد يعيط، مامته قاعده تعيط، طب احنا عندنا بكره امتحان كليه حربيه ولا عسكريه مش فاكره كانت كليه ايه، وما ينفعش ومش ما ينفعش ولازم تلاقي حل. ما هو الاقي حل فين؟ السنه المايله اعدلها، عارف اعدلها يعني يعني اعمل لها علاج جذور وطربوش علشان اديها شكل معتدل. طب والمشكله اللي جوه هعمل فيها ايه؟ ما هو غير منطقي، هيبقى انت كده عملت بروسس ليس لها قيمه. هتيجي بعد 24 ساعه او 48 ساعه تشيل الشغل اللي انت عملته كله. ده كلام غير معقول. في الاخر كلمت معاه وقلت له احنا لو كنا بدانا بالاشعه المقطعيه ديت من قبل كده كنا على الاقل وفرنا يوم احنا عمالين ناخد في مهاترات وكلام ملوش لازمه. لو كنا عملنا الاشعه المقطعيه ديت من كذا سنه كنا برضو وصلنا ان احنا هيبقى عندنا وقت ان احنا ما ندخلش الكليه الحربيه بكره واحنا عندنا مشكله مش عارفين نحلها. برضو حد بص دي حاله ثانيه تحت شمال. ده الناس اللي بترفض. هو دلوقتي عنده فراغ ما بين الدرستين، شايف تحت شمال في درس نايم بالعرض، فوقه في مثلث كده اسنان نايمه على بعض يعني زي مثلث كده. مشكلته في الاكل بيدخل في الفراغ ده. بس طبعا هو مش شايف ان في اي لازمه ولا اي قيمه ان احنا نعمل اشعه. انا مشكلتي بقى مش ببص احل لك الفراغ اللي فوق ازاي، بحل الفراغ ده جه ازاي، الفراغ ده ايه مشكلته، ازاي عدد الاسنان ناقص واحد. ما هو ناقص واحد يا انت خلعه يا مدفون. العيان مش بيصدق. العيان طب بصي حضرتك سيب اللي تحت خالص ماليش دعوه بيه، حلي لي مشكله الفراغ اللي بيدخل من فوق. ما هو انا هحل المشكله ازاي من غير ما اعرف فين المشكله انا بحلها؟ يعني مثلا دايما في مثل حكمه اعتقد ناس صينيه او حاجه زي كده بيقول لك اول حاجه تحل بيها مشكلتك انك تتحدد فين المشكله اصلا. يعني ده اول حاجه عشان تحل المشكله. فانا مش عارفه فين المشكله عشان احلها. فلما انا عملت يا جماعه انت عندك درس مدفون، الدرس دوت فيه مشكله، الدرس دوت هو اللي عامل كذا وكذا، لازم الدرس دوت يتشال وبعد كده نشوف بقى الدنيا ديت هتتظبط فوق ازاي. ده من الناس برضو اللي كانت رافضه. عشان كده بقول لك فكره المعلم يعقوب دي فكره عايز اقول لك انها مشهوره جدا. شايف هنا في الناحيه اليمين في سنه كده فوق خالص، دي 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 في حته مرتفعه خالص. السنه دي هو مش عارف اصلا عنده سنه مدفونه اصلا، دي اكتشفناها بالمقطعيه عمالين برضو ندور على السبب. السنه ديت في مكان غير عادي، دي في مكان تاني خالص. ازاي احنا هنسكت على الوضع ده؟ ما ينفعش، لان دوت مريض جاي برضو يحط زرع. لو تاخد بالك هي السنه واقفه في باقي المكان ما فيهوش سنان خالص. عارف ليه؟ لانها في حته في العظم ما فيهاش سنان اصلا. المعلم يعقوب هيقول لك دي في مكان تاني. المعلم يعقوب هيقول لك ايه يعني دكتوره سنه مدفونه؟ ما حاجه حلوه خليها مدفونه. خليها مدفونه. ليه تفتحي وتطلعي؟ هي بقى اللي بيزعلك ايه بقى يا دكتور ايمن؟ انت بتبقى عامل كل الخطوات دي وانت شاكك في حاجه، تعمل اشعه مقطعيه مثلا تصادف ان انت ما تلاقيش حاجه عامله المشكله دي، وما تلاقيش حاله مدفونه، ما تلاقيش والعياذ بالله ورم، ما تلاقيش حاجه، يزعل على فلوس الاشعه المقطعيه. يعني يا دكتوره مش تكلفه؟ بص بقى ده واحد، ده برضو لازم معلم يعقوب يسمعنا. بص دوت شخص ظريف جدا، ما عندوش اي شكوى، جاي يعمل تجميل نظرا لان انا من الناس هوات الاشعه. ببص في الفك لقيت هذا الورم، ده واكل الفك واكله حضرتك. كان فاضل له سنه لا كيس دهني، ما هو كيس دهني ورم من السوالف يعني. ده حضرتك من بره من ناحيه الخد، من ناحيه اللسان هو خلاص فاضل له سنه ويخرم. طيب ده مشكله، عارف ده مشكلته في ايه؟ ان شيله قد يكسر الفك، ده ممكن يحتاج لشرايح، ده ممكن تبقى قصه كبيره. في حين ان احنا يا جماعه لو رحنا عملنا اشعه كل 10 سنين هنكتشف حاجات كتير، مش لازم كل سنة. انت تروح للدكتور كل سنة وتطمن، بس الأشعة لازم تتعمل. ما ينفعش حتى لما تروح للدكتور ويقولك تعمل أشعة تقول له لا أصل قد يكون أنا مش محتاج، وأنت كده بتحمل عليا فلوس أكتر من اللازم، ولو ما طلعش فيها مشكلة يبقى الموضوع دوت مزعله. لا طبعا، احنا لازم نعمل أشعة في
80 او 90% من الكيسز، وبالذات لما بتلاقي اسنان مكسره مسوسه في لخلخه في اتجاهات غير عاديه للاسنان. لكن انت داخل لك واحد ملك سنانه 10 من 10 جاي يقول لك انا عايز ألمع، عايز انظف الجير، ما فيش عنده سنتين مسوسين ولا حتى ضرسين مسوسين، ما عندوش اي مشكله في اي حاجه، ده ما بصوروش اشعه حقيقي، لان ولا عنده شكوى ولا انا شاكه في حاجه ولا الموضوع مستاهل. لكن لما واحد يبقى عنده ال 32 ضرس مسوسين ومكسرين وريحه الفم متغيره وعندي 100,000 مشكله ويقول لي لا اصل انا مش محتاج اعمل اشعه، لا ده قرار غير منطقي وغير سليم خالص، لازم نعمل اشعه في الوضع ده. السؤال الجاي بيقول لك ده ظهرت له سن ورا السن من شهر، بتقلبه جدا، عنده 22 سنه. ايه 22 سنه؟ ازاي ظهرت؟ كبير سنة؟ شويه ما خدش باله، ده غالبا هيطلع ناب. ضل طريقه طلع في سقف حلقه ضل موست بروبابلي يعني. دوت طبعا لازم هنعمل اشعه، لازم نعرف الناب دوت زايد ولا هو اوريدي ما كانش طلع ولسه بيطلع، وهل احنا هينفع نرجعه في مكانه ولا هنتعامل معاه ازاي، وهل ليه مكان يطلع بره ولا لا. ده بص دي حاله بقى، دي حبيبي ده طفل عنده 10 سنين. دي حاله حقيقي صعبه، هو المفروض يطلع قدام 4 سنات، طالع سنتين والاثنين التانيين طالعين زي دروس اللي هي اللي اسمها الضواحك. طلع قدام واحد ضاحك وواحد ناب ملفوف في مكان مش مكان ناب اصلا. يعني دي ديفورميتي جامده جدا، طفل بجد الله يكون في عونه. احنا ما عندناش غير ان احنا هنخلع الاسنان اللي ده مش مكانها لان ده مش مكان ضواحك، وهنعمل تقويم ونقرب السنان اللي هي السنتين القواطع الاماميه اللي في خط النص نقربهم، ونسيب المكان بتاع القواطع الجانبيه نبقى نزرعه في وقت يكون دخل في سن البلوغ. حاله تقيله جدا، فده حاله زي اللي حضرتك بتتكلم عنها اللي هو طلع له سنه من ورا سنه، ده حاجه زي كده. دي من الحالات التقيله اللي حقيقه ما بتروحش لدكاتره كتير، و دايما الحالات دي عاده بتطلع مع حالات الشفه الارنبيه والشق الحنكي، في بعض امراض كده اللي هي الكلافت وكلافت بالات والكلام ده دوت ما عندهوش كده، بس طالع له الكيس دي حقيقي خدت منا تفكير سبيشالي ان الحالات دي از ديفورميتي، ان ده نوع من انواع التشوه الخلقي، مشكلته ان ممكن السنان دي من الجذور تبقى متصله، لان دوت تشوه خلقي غير محسوب انت ما انت شايف الطفره دي حصلت في اني مرحله. فدي عملت له فعلا مقطعيه واتاكدت، وانا وقفت مع الجراح اللي كان شغال عشان اتاكد 100% ان انت لما تيجي تخلع السنان اللي في سقف الحلق دي او القواطع اللي في سقف الحلق دي، وانت بتخلعها ممكن جدا تلاقي سنتين طلعوا مع بعض يبقوا متصلين من الجدر، دي مشكله ضخمه. بس الحمد لله طلعوا عنده مش متصلين، بس قبل ما انا ادخل اقف مع الجراح اللي شغال انا اتاكدت انهم مش متصلين. بس برضو بحب في الحالات دي حاله تقيله وكويري وغير متوقع النتائج بتاعتها، فوقفت فيها. فدي زي الحاله اللي حضرتك بتتكلم عنها. طيب 20 سنه بعت لك بيقول حس بالم شديد في ضرسه، ذهب لدكتور نصحه بانه يشيله لان ده سنه لبنيه على حد التعبير. هل ده الحل الانسب؟ 20 سنه وسنه لبنيه، عندنا حاجه من الاثنين، السنه دي لو ماسكه في مكانها ومفيش وراها سنه دايمه يبقى احسن لك ما تخلعش، تعمل علاج جذور كانه ضرس اطفال عادي، تعمل له علاج جذور وتحافظ عليه. طب لو ملخلخ واللي بعده عايز يطلع ومش عارف، اخلعه ونزل اللي بعده بالتقويم، لان 20 سنه مش هينزل بسهوله. هتعمل تقويم وتنزل اللي بعده. فهو على حسب الحاله، مش كل ضرس لبني في وقت كبير بعد سن البلوغ معناها ان احنا نخلعه. لو ماسك في مكانه كويس واللي بعده مش موجود خليه. لو ملخلخ واللي بعده موجود شيله وهننزل اللي بعده. طب ملخلخ واللي بعده مش موجود، وانس انه لخلخ هتشيله خلاص ما فيهاش كلام. اللي بعد كده تزرعه بقى. الحاله الجايه علي عطوه. ايوه ده شخصيه ولا مية؟ علي عطوه بيقول لك انا عندي مشكله اسنان فراغيه، في فراغات بين السنان، بحب الخله عزها،
فا يعني مش شايف انها مشكله، بس قالوا لي يعني انا بحبك يعني بحبك خالص. فانا مش شايف انها مشكله، اداني برستيج برضه. هو يعني برستيج قدام الناس بقى ماسك في خله وفلوس بقى ما لحق في خله. بص هو طبعا مشكله الفراغات دي مشكله لازم نعرف سببها. الخله بتزود الفراغات بس مش بتخلق الفراغات. يعني لو عندنا ميل ان يطلع فراغ فالخله بتزوده. الفراغات دي يا اما فراغات من تسوس فاصل الاسنان ببعضها، يعني اعمل لهم مكان يدخل الاكل فراغ، يعني سنه متاكله، او عندنا مشكله ان في حاجه مخلوعه فاسنان ابتدت تتحرك عشان تقفل المكان المخلوع ده فابتدت تخلق الفراغات، او جيوب. فاحنا عندنا اكتر من حاجه. ايه بقى الحاجه اللي موجوده؟ لازم نشخص الاول القصه ديت جايه منين، هل هي اماميه ولا خلفيه. خلفيه دي اسهل حاجه، دي اما هنعمل حشو وطرابيش ونقفل المسافات، اما هنعمل علاج جذور، اما هنعمل بوكتس علاج للجيوب. اللي ورا سهل، قدام هو اللي مشكله. فراغات لازم تتقيم، هل هنقفلها بفينيرز، هل الفينيرز تدي شكل حلو، ولا الفراغات كبيره قوي ممكن نركب بريدج او نركب سنان في المكان ده او نزرع سنان في المكان ده. دي لازم تتقيم كده بالراحه. بس انا احب اقول استاذ علي عطوه، موضوع خله السنان موضوع غير مستحب، الافضل الخيط الطبي. ما عندكش خيط طبي، هات بكره ولفها على صباعك وادخل بيها ما بين السنان، احسن كتير من الخله وشكلها اقل. دي عملنا لها عمليات بسيطه جدا في خلال دقائق، رسمنا الليسه كلها بالليزر تاني، ظبطنا الليفل، شلنا التصبغات اللي موجوده في اللثه خليناها وردي. بص الفرق، وده واحنا قاعدين، يعني الصوره دي متصوره وهي لسه قاعده على الكرسي. ايه احسن نوع مسكن عشان انا تعبان؟ يا جماعه غلط غلط، فكره المسكنات دي مدمره للكلى. انا بخبرتي ببقى عارفه السنه دي البرد ده كتير عليها هيبقى قربنا للعصب ولا لا، دي خبره. ايوه قربنا، يبقى هعملها على الجذور قبل ما همد ايدي اصلا في الفينير او كان فينير ولا كراون. دايما الدكتور زي وكيل النيابه. لو انت رحت قلت لوكيل النيابه انا قتلت اكس هيقولك هات ما يثبت، مش هيصدقك برضه. شوف لدرجه ايه، شوف لدرجه ايه. هو الدكتور كده وكيل نيابه في شغلته. لا حضرتك الدرس دوت معمول على الجذور، اعمل اشعه واتاكد انه معمول على الجذور. مش كل انواع البروز العظمي كله او بروز الاسنان كله بيتعالج عند دكتور التقويم، قد يتعالج عند الدكتور الجراح. بص بقى امتى في الاستاذ حماده اللول ده، وبص في الطربوش اللي وقع، هتلاقي السنه كلها وقع فيه، وهتلاقي الدعامه بتاعه الضرس وقع، ونص الضرس واقع ومقطوم بالعرض كمان. يعني ليها مخاطر كبيره للاسف في مصر. الرياضيين بس هم اللي بيهتموا بمفاصلهم بعد العمليات الجراحيه اللي ليها علاقه باصابات الملاعب، الناس العاديين لا. يجي المريض يقول لك انا كنت عامل رباط صليبي مثلا، انا كان عندي قطع في رباط صليبي وما عملتوش. طب هل انت فكرت القطع ده ممكن يعمل لك ايه؟ الدكتوره نهى احمد الهواري اخصائي العلاج الطبيعي، ماجستير العلاج الطبيعي، حاصله على دبلومه كامبريدج في التغذيه العلاجيه، حاصله على دورات التشخيص بالاشعه، حاصله على دورات في اصابات الملاعب. اللي احنا شفناه ده دلوقتي صور مخيفه جدا جدا منهم. انا اعتقد في صور منهم، اعتقد ان اللي ورا ده يعني اصيب اصابه خطيره جدا، ربما مات. ليه؟ ليه التهور؟ ليه الافتراء على الجسم؟ طبعا الرياضيين هيزعلوا من كلامي، بس لازم كل شيء يتعمل بحساب ويتعمل بدقه. الحقيقة إنه رفع الأثقال رياضة يعني ليها مخاطر كبيرة، ولازم زي ما قلت لكم تتعمل تحت مظلة مهمة جدا من الرعاية الطبية والمراقبة الطبية، المنشطات طبعا اللي هي بقت بتستخدم على نطاق واسع، سواء كانت منشطات مباحة في صورة مكملات غذائية فيها هرمونات ومسموحة،
او منشطات ممنوعه بس بتتاخد عشان يوصلوا للدرجه اللي هي القصوى. طب وبعدين ليه انت يعني دي الحكايه دي محتاجه بجد كلام صحي مهم جدا. اولا الاصابات اللي احنا بنشوفها، ثانيا المشاكل الصحيه، تضخم عضله القلب، ارتفاع ضغط الدم النزيف، فشل كلوي من استخدام المفرط للمنشطات. والنتيجة يعني انت دلوقتي، طب ما ماشي انت ترفع شوية حديد عشان تزود العضلات، ده شيء مطلوب، شوية حديد صغيرين كده مش ترفع لك بتاع. وبعدين لما يتقدم بيك السن تحترم سنك، تحترم تقدم السن، مش تروح الجيم تتبارى مع الشباب الصغير، لا، والشباب الصغير برضو ما يتهورش. الموضوع كبير على فكرة، الموضوع ده جدا. والرياضي او الرياضيين مش معناها، مش معنى الرياضه ان انا اتهور على صحتي واعمل حاجات غلط. انا في رايي ان افضل انواع الرياضه هي السباحه، افضل انواع الرياضه هي السباحه. السباحه دي رياضه عظيمه جدا، بتعمل نوعيه جسم ما فيهوش غلطه، وفي نفس الوقت ما فيهوش اي ديفكت، ما فيش بقى هرمونات ولا في بناء عضلي في اوفر مبالغ فيه ولا تضخم في عضله القلب. كوره، مالها كوره؟ ما حلوه جدا، ما نلعب كوره يا عم، ما نجري، ما نمشي لو احنا كبار شويه في السن مش قادرين لا نلعب كوره مثلا، او مش هنقول مثلا واحد عنده، ولو ان في ناس العب على قدك يعني. بس اصابات الملاعب ديت ليها طريقه تعامل، مشاكل الجيم ليها طريقه تعامل. حتى اللي ما جالوش مثلا انزلاق غضروفي مش عارف ايه في الحاجات اللي احنا شفناها دي، جاله تمزق عضلي. العضله نفسها ليها حدود، زي القماشه بتتقطع تتقطع. التمزق العضلي ده خطير جدا. النهارده هنفهم الحقيقه العلاج الطبيعي علم راقي جدا، وكليه محترمه وشركاء نجاح الحقيقه، شركاء اداء طبي مهني راقي جدا. مظلوم العلاج الطبيعي في الثقافه الطبيه، احنا بنحاول نرفع الظلم عنه، واكيد ضيفتي العزيزه واحده من يعني ستارز هذا المجال، مجال العلاج الطبيعي. النهارده بتسعدني بوجودها معايا النهارده في حلقه ممتعه للغايه مع دكتوره نهى احمد الهواري، اخصائيه العلاج الطبيعي وماجستير العلاج الطبيعي وصاحبه دبلومه كامبريدج اللي في التغذيه العلاجيه والحاصله على دورات تشخيص بالاشعه وصاحبه دورات علاج اصابات الملاعب. اهلا بيكي دكتوره. اهلا بيك. مظلومين انتم مش كده؟ هو مش ظلم، هي الناس فاهمه العلاج الطبيعي غلط. مظلومين. انت طيبه. مظلومين في جميع النواحي. يعني انا هقول لك الظلم اللي انا شايفه على العلاج الطبيعي جاي منين. بس يعني ايه علاج طبيعي اساسا؟ تعرفوا ايه؟ العلاج الطبيعي هو فرع من فروع الطب اسمه العلاج الفيزيائي. ليه العلاج الفيزيائي؟ لان احنا ما بندخلش فيه بادويه، ما بندخلش فيه باي حاجه. احنا بنعتمد ان الجسم على نفسه هو اللي يعمل ريكفري لنفسه. بمعنى ايه؟ ان العلاج ده بيستهدف حاجه واحده في جسمك بس، هي عضلاتك. علاج فيزيائي مستهدف للعضلات، بيخلي العضله يتحسن كفائتها والقدره بتاعتها على عمل الوظيفه بتاعتها. عشان كده هو اسمه علاج فيزيائي، مش اي حاجه ثانيه. مش زي دكاتره العظام اللي بيشخصوا بالاشعه وبيدوا علاج ادويه، لا، احنا بنعالج العضله بالعضله نفسها. عن طريق علاج يدوي، مساج، تمارين، عن طريق علاج اجهزه. ممكن المريض يعمل اجهزه عشان يلتئم الجروح بتاعته اسرع، ممكن المريض يعمل اجهزه عشان يحسن وظيفه المفصل او العضله. عن طريق ان احنا بنديله برنامج علاجي كامل في البيت لازم ينفذه، التفاهم لوضعيه المريض. يعني مثلا المريض اللي قاعد في البيت زي المريض اللي بيتحرك، زي المريض اللي بيشتغل، زي المريض اللي بتعمل مجهود عالي، مش زي سيده المنزل، مش زي الموظفه واللي عندها اولاد. كل واحد بنعمل له بروجرام معين او نظام علاجي معين يتعايش بيه مع طريقه حياته مع المشكله اللي موجوده عنده، اللي هي المفروض ان بيها عضلته تتحسن لما يجي يعمل علاج طبيعي. ايه المفهوم لكلمه اصابه رياضيه؟ لا، المفهوم لكلمه اصابه رياضيه، انا عايزه بس افهم الناس حاجه معينه. المصاب الرياضي مش هو اللي بيلعب رياضه، هو اللي جات له حاجه ليها علاقه بكدمه. بمعنى هي اصابه حصلت في مفصل او حصلت في عضو او حصلت في خليه او حصلت في نسيج، ادت ان النسيج ده ما بقاش يعمل نفس الوظيفه اللي كان بيعملها في كفاءته الاولانيه. بمعنى انا ركبتي مثلا لا قدر الله حصل قطع في الرباط الصليبي، ما بقتش اعرف اتني ركبتي زي الاخر. انا مش لازم اكون لعيب كوره عشان يحصل لي قطع رباط صليب. هي اسمها اصابات ملاعب لانها مشهوره حدوثها داخل الملاعب. بس في ستات بيحصل لها قطع في رباط صليب وهي نازله السلم. بالظبط، وده اللي انا بقوله بقى، ان الاصابه ممكن تحصل نتيجه عامل خارجي او عامل داخلي. انا ماشيه واقفه عادي بس رجليا لفت على بعضها غلط، جالي قطع في الرباط مثلا.
غير وانا ماشيه ووقعت، ده مؤثر خارجي، انا وقعت رجلي اتخبطت في الارض جالي اصابه خارجيه هي دي اللي ادت للاصابه بتاعتي. واحده تانية واقفه حصل لها اي مشكله، حصلت لها اصابه وهي واقفه، ده داخلي، رباط لف غلط، وتر اتقطع، كل الكلام ده ممكن ان هو يحصل. العلاج الطبيعي دوره ايه بقى في التعامل معاه؟ اول حاجه في العلاج الطبيعي ان لازم الدكتور يشوف المكان اللي حصلت فيه الاصابه، تشخيص الاول، سبب الاصابه تشخيص. بمعنى ايه؟ هل الاصابه كدميه، هل الاصابه خارجيه، هل الاصابه داخليه، ايه المعامل الميكانيكي او ايه المعامل اللي ادى للاصابه دي. ممكن في ناس بيحصل لها اصابات بسبب ان العضلات قدام بعضها مش متزنه. بمعنى ايه؟ انا جيت مثلا اتني ايدي في عضله انقبضت وعضله انبسطت، لازم اعرف العضله دي قدام العضله دي هل كانوا متكافئين مع بعض ولا لا. فيبتدي لازم الاول نعرف سبب الاصابه. تاني حاجه، الاصابه دي في وقتها كانت عامله ازاي، ايه الاسعافات الاوليه اللي اتعملت للاصابه اللي حصلت. بمعنى في اصابات اول ما بتحصل لازم يحصل لها عده اسعافات اوليه، حتى احنا بنجمعها في كلمه واحده اسمها برايس. اول حاجه البروتكشن، يعني ايه اللي هي البي. انا دلوقتي اتخبطت في ايدي، اول حاجه احمي ايدي، اعملها بروتكشن. تاني حاجه ريستنج، اريح المفصل او الحاجه اللي حصلت فيها الاصابه لفتره معينه لحد ما يحصل لها ريكفري. تاني حاجه ايسنج، يعني اول ما اتخبط اعمل كمادات تلج. زمان الناس كانت بتعمل كمادات ميه سخنه فكان الالتهاب بيزيد والتورم بيزيد، لا دلوقتي في الطب يقول لك لا نعمل كمادات ميه ايه ساقعه كل 3 ساعات على مكان الاصابه. هو لعيبه الكره دلوقتي يطلع من الملعب يبقى مصاب في حاجه، تبص تلاقي فيه حاطين له الكيس ابو تلج ده، وفي سبراي تلج، وفي سبراي تلج، في سبراي تلج عشان يعمل ايه، يقلل يعمل كونتراكشن، يخلي الاورده تنقبض وفي نفس الوقت ما عامل التورم ما ايه ما يحصلش قوي. حلو. تاني حاجه رايزنج، لازم المفصل اللي يحصل فيه اصابه في ساعتها يرتفع نسبيا عن الجسم ويقرب من القلب. لازم الفه، لازم اعمل له الفه بضماده، الفه برباط ضغط، الفه باي حاجه عشان احفظه على الوضع اللي هو ايه عليه. دي الاسعافات الاوليه اللي المفروض تتعمل لاي حد اتعرض لاصابه ملاعب دلوقتي. طيب انا ما عملتش حاجه من الحاجات دي، تخيل انك مثلا عقبال ما انت تقوم من هنا لهنا او تروح من مكان اصابه الملعب لحد مثلا مركز الاشعه عشان تعمل اشعه عشان تكتشف ايه اللي حصل لك، هتكتشف ان المفصل ده تضرر اكتر مما هو كان موجود. ممكن يبقى مجرد تمزق بسيط وعقبال ما اروح يبقى قاطع كامل، ممكن يكون التواء بسيط وعقبال ما اروح يكون لا اثر على حاجه تانية، ممكن يكون لا قدر الله مجرد شرخ عقبال ما اروح يكون بقى كسر. فلازم اول حاجه نعملها نعرف المريض ايه اول اسعاف حصل له لما حصل له اصابه الملاعب. تاني حاجه اصابه الملاعب من انهي درجه، لان اصابات الملاعب 3 درجات، في ممكن توصل لا قدر الله لحد العمليات الجراحيه، ان المريض مثلا حصل له قطع في رباط، تمزق نهائي، لازم يعمل عمليه ايه جراحيه. انت عملت العمليه الجراحيه فقدت كام في الميه من كفاءه المفصل ده؟ فقدت 60% 70%. للاسف في مصر الرياضيين بس هم اللي بيهتموا بمفاصلهم بعد العمليات الجراحيه اللي ليها علاقه باصابات الملاعب. الناس العاديين لا، يجي المريض يقول لك انا كنت عامل رباط صليبي مثلا، انا كان عندي قطع في رباط صليبي وما عملتوش. طب هل انت فكرت القطع ده ممكن يعمل لك ايه؟ ده ممكن يعمل لك خشونه، ممكن يعمل لك التهاب في المفصل، ممكن يعمل لك قرحه في العظم. انا فوجئت ان انا بقابل ناس عندهم قطع في رباط صليبي وقاعدين ورايحين ويقول لك انا بقى لي 6 شهور عندي قطع في رباط، مع ان ده ممكن مش لعيب كوره، لا هيعمل ده بقى لما يروح يعمل عمليه هيكون لا قدر الله حصلت له مشاكل كتير. ممكن يكون جات له خشونه، ارتشاح في المفصل، قرحه في العظم نفسه نتيجه ان الرباط الصليبي اللي كان بيشيل العظم عن بعض ابتدى العظم يحتك بايه ببعض. لازم نعرف ايه التاريخ اللي هو مر بيه قبل ما يعمل علاج طبيعي. طيب عملنا العلاج الطبيعي بقالنا كام يوم عاملين علاج طبيعي؟ لان اول حاجه بنعملها تيست للعضله، العضله دي لازم نعملها اختبار نعرف تقييمها هي كام من 5، 1، 2، 3، 4، حسب هي بتعمل مجهود كام في الميه. اول ما بنعمل ايفالويشن للعضله بتاعتنا بنبتدي على طول نتحرك اتجاه ان المفصل يرجع زي الاول مره تانية. كفاءه المفصل لازم ترجع على الاقل بنسبه 90 او 95% زي قبل الاصابه. في مرضى عملوا علاج طبيعي ويجي يقول لك ايه، اصل انا عملته وما كملتش، اصل انا بقيت امشي على رجلي. انت بقيت تمشي على رجلك بس ما وصلتش مفصلك للكفاءه اللي كان عليها قبل الاصابه. ده في بعض رياضيين بيعلموهم ازاي يقعوا صح عشان لما تقع تعمل زي بريفنت، انك ما تعملش اصابه ملاعب لنفسك، لا انت بتمنع اصابه الملاعب قبل ما تحصل. لعيبه الكوره بيتعلموا ازاي يقعوا صح، وبتوع المصارعه الحره، بتوع المصارعه الحره طبعا، بتوع المصارعه الحره دول ممثلين الوقعات، بيمثلوا، ده اكتنج. لو حضرتك بصيت لطبيعه وقعتهم تحس ان الوقعه مش مع الجرافيتي، مش مع الجاذبيه، ومش دي ميكانيكيه الوقعه دي. فهم بيعلموهم ازاي يقعوا بحيث انك حتى لو خدت وقعه
ما يحصلكش اصابه. أيوة. حتى لو حصل لك مثلا شط عضلي ما يوصلش لحد التمزق. بيعلموهم الحاجات دي. احنا لا، احنا عملنا كام جلسه رجلينا استريحت احنا ماشيين عليها، وده غلط لانك انت لازم ترجع المفصل. تاني حاجه لازم تقوي العضلات اللي حوالين المفصل كلها. لان دلوقتي المفصل فيه جواه عمليه، او المفصل فيه جواه نسبه تهتك، او المفصل فيه جواه نسبه ضرر. عمر ما المفصل نفسه هيكون بكفاءه 100%. انت بتقوي العضلات المحيطه بالمفصل عشان هي اللي هتشيل وزن المفصل. بعد عمليه العلاج الرباط الصليبي مثلا. يعني انا بعد عمليه الرباط الصليبي اول حاجه ببص عليها عضله الكوادريسيبس، العضله الرباعيه. ايوه. وريني انهي راس حصل فيها نسبه ضعف، انهي راس محتاجه تقوى، هقويها ازاي، هبتدي اعمل ايه. طيب في بعد العمليات بعض العيانين العضله الرباعيه دي اللي هي كوادريسيبس فيمورس ماسل دي ليها اكتر من راس. راس يعني هي عضله ليها اربع رؤوس. اربع رؤوس يعني هي عضله محيطه عامله زي ما يكون حضن المفصل كده. عامله زي بالظبط كده، اقول لكم ايه، عامله زي شجره هي كده ليها اربع فروع. جذور، نقدر نقول جذور ماسكه في الارض. بالظبط. فهي ماسكه مفصل الركبه كله. هيجي مثلا المريض يقول لك ايه، ما هو انا بقيت امشي على رجلي خلاص بقى مش مشكله. طيب انت هتمشي على رجلك، على فكره العضله دي هتضعف مع الوقت، رجلك بتبتدي تخونك. يبتدي المريض يقول لك انا ابتديت اقف، رجلي بقت تخني وانا واقف، بقيت ازوب، ممكن وانا باخد خطوه لقدام ما احسش بيها قوي على الارض. دي كلها اعراض جانبيه، والمشكله ان هم ما بياخدوش بالهم منها غير بعد فترات طويله، ويبقى فعلا العضله ضعفت جدا، والمفصل كمان هتبدا يحصل فيه ضرر اكتر من اللي هو جاي بيه. ازاي نتفادى الاصابات؟ لا، نتفادى الاصابه دي بقى للانسان الطبيعي انا انصحه اول حاجه لو هو مريض ضغط وبياخد دواء، ان هو نسبه البوتاسيوم عنده بتقل في الدم. نتيجه ان نسبه البوتاسيوم بتقل بتبقى العضلات ضعيفه، هنا بيبتدي المريض يعاني من مشاكل في العضلات. هو ده كلام مهم قوي. معظم كتير من مرضى الضغط عندهم نقص في البوتاسيوم نتيجه ان هو بياخدوا مدرات بول، فالبوتاسيوم بينزل في هو البول. اساسا بدءا بيبقى عندهم نقص بوتاسيوم. ايوه. فابتدي اقول له ايه، كل مزايا كل يوم الصبح عري مصدر البوتاسيوم. لما تاكل مزايا منها مقويه لعضله القلب، ومنها تدي لجسمك نسبه البوتاسيوم اللي انت محتاجها يوميا. تاني حاجه، الناس اللي هي مليانه وزنا عايزين يروحوا يلعبوا رياضه، معلش العب رياضه تدريجيه، افهم جسمك ماشي ازاي، افهم عضلاتك ماشيه ازاي. مش انا اغسل وشي الصبح، انا النهارده لقيت نفسي زايده على الميزان فقررت اروح العب رياضه. ساعات عدم الاتزان ما بين العضلات بيسبب لهم غضاريف. ممكن يجي لك عين عنده ديسك بسبب ان هو رايح يلعب رياضه، فطبعا عضلات بطنه مش بنفس الكفاءه بتاعت عضله التدسمس دورساي بتاعه ظهره، ابتدى يعمل تمارين باوزان جاله ديسك. ساعات يجي مريض عنده خشونه والتهابات في المفاصل بسبب انه كان بيلعب رياضه قبل كده. لا، نفهم طبيعه جسمنا. ثالث حاجه، اشرب ميه، اشرب ميه. الميه مهمه جدا للعضلات، مهمه جدا عشان تتفادى اصابات الملاعب. لو انت رياضي لازم تعمل احماء، لازم تسخن، ما تنزلش تلعب، سخن الاول بعد كده ابتدي العب الرياضه بتاعتك. بعد ما تخلص لعب رياضه ابتدي اعمل استرتش العضله دي، رجعها تاني بقى ان هي ايه، تهدى تبقى كويسه. حضرتك قلت الجمله في الاول يعني انا موافقه بيها جدا، السباحه احسن انواع الرياضه. لو الواحد حسب السباحه صح هيلاقي ان السباحه بتعمل له نوعين من الرياضه عكس بعض، هي ريسيستيف واسيستنس. وانت بتنزل ايدك في الميه كده، انت بتنزل ايدك ايه ضد الميه، فده تمرين تقويه. وانت بترفعها مع الميه، فهي الميه بتساعدك ان انت وانت بتنزل بتعمل مقاومه، وانت طالع بتساعدك، فبتديك شكل جسدي مستحيل اي رياضه ثانيه في الدنيا تديهولك، لان هي جسمك كله بيبقى فعلا مشدود، بيبقى عندك مقاومات، عضلات شغاله مقاومه وعضلات شغاله مساعده، جسمك بيدي شكل مثالي مستحيل اي رياضه ثانيه تقدر تديهولك. وعمر ما السباحه، بصوا تضخم العضلات الزائد عن اللزوم ده في منتهى الخطوره علميا. علميا الانسان البشري لم يخلق تكوينا ان يكون عضلاته متضخمه جدا، ده تكوين، ده علم، الطب بيقول كده. الناس اللي بتلعب رياضه والرياضيين هيخالفوني وهيهاجموني يقولوا انت بتقول ايه، بتخرف، بتقول ايه، ما هو ابطال العالم. انا بقول لك الطب بيقول ايه، عضله القلب ما تتحملش وزن شكل العضلات المبالغ فيه، بيحصلها تضخم. تقوم تقول لي تضخم عضله القلب ده وحش، وحش جدا، لانه بيضعفها. بالظبط، بتتليف عضله القلب مع التضخم. هي مش بتتضخم عشان هي تتحسن، هي بتتضخم عشان تضخ الدم للكميات اللي انت بتديها لها. فبالتالي بتتليف داخليا فبتضعف، فكفاءه عضله القلب بتقل. والدليل على كده ان معظم الرياضيين اول ما بيسيبوا رياضه بيتخنوا جدا. ليه بقى؟ هم مركزين ان هم يعملوا ليفه عضليه، بيعملوا ليفه عضليه كبيره كده وبياخدوا كميات اكل فظيعه. كميه عضلات التعبير العلمي يعني كميه عضلات. كميه عضلات. العضله بتكبر ويقعدوا ياكلوا كميات كبيره جدا، وبياكلوا اكلات كتير قوي ومكملات غذائيه عشان الليفه تبقى كده. اول ما يبطلوا رياضه كميات اكلهم ما بتقلش نهائي،
بالعكس ده بتفضل زي ما هي. الليفه العضليه هي اللي بتضمر ويبتدي يحتل محلها ايه؟ دهون. عشان كده معظم الرياضيين هم الناس اللي بيزيدوا على الميزان اول ما بيبطلوا رياضه. لان هم بيبطلوها بصوره يا اما مفاجاه نتيجه اصابه يا اما بيبطلوها بصوره غير تدريجيه. فانا بس بقلل تدريجي، بقلل اكل تدريجي عشان احافظ على جسم سليم. الجسم المفروض ان هو يبقى سليم، مش الجسم اللي عضلاته ضخمه، الجسم اللي عضلاته قويه. يعني انا ممكن الاقي حد مثلا نحيف او عضلاته قليله بس قادر يشيل حاجه تقيله، واحد تاني عضلاته منفوخه، وانا احب اقول لفظ منفوخ لان هي زياده دهون مش زياده ليفه عضليه، ما يقدرش يزق الحاجه اللي التاني شايلها. فالميزه هنا مش حجم العضله، الميزه هنا قوه العضله، الماسكولار سيستم بتاعي. تاني حاجه العظم بتاعي ليه وزن العضلات يقدر يشيلها، العظم ما بيشيلش هازل بازل كده اي وزن وخلاص. لازم وزن معين اقدر ان انا اشيله عشان ما يحصلليش مشاكل في المفصل ده. يعني مثلا في ممثل مشهور قوي اللي هو ارنولد شوازنيجر عضله البايسبس بتاعته نص متر، عامل له ريستريكتيف في الشولدر، يعني هو ما قدرش عمره يعمل ايده كده. الشولدر ده هو عمل ريستريكت لنفسه، هل هو مهما حصل هيقدر يعمل الحركه دي بعد فتره؟ لا لا بالظبط، لان الليفه العضله بتاعته حجمها توقف ما بينه وما بين مفصله. هل العضله دي ما اذتش حركه ثانيه؟ لا اكيد اذت حركه ثانيه بالمقابل امامها. لا الناس اللي ما بتقدرش تريح من كتر التضخم ده بتبص تلاقي الايد عامله كده. ايوه لانه في عضلات، في عضلات منع الريستريكت ما بتقدكش. ما فيش، ما بقدرش اعمل كده، هو طول الوقت اعمل ابدكشن، طول الوقت اعمل كده. فالحركه دي يعني حتى في ناس اللي ما عندهاش العضلات يعني تلاقيه فجاه كده عايز يدخل في وسط، يعني داخل مثلا لقى ناس جامده تلاقيه هو لوحده عمل كده يعني. وعلى فكره دي ساعات بتعمل بين في الشولدر ليفل، يعني هو طول الوقت عامل ريستريكت على المصل دي مركز عليها. لا انا معظم الناس اللي بتزود وزن العضلات بيعانوا من مشاكل في الديسك جباره. طبعا كتير منهم يعني ما بيقدرش يقف بقى، بيقعد وبتاع، وبتبقى مشكله كبيره صحيا يعني. حتى دايما يقول لك ايه، انت ما تكسبش موبيليتي ولا استابيليتي، يعني ما تلعبش تمارين تخلي الفلكسبيليتي بتاعتك عاليه قوي فتكسر الاستابيليتي بتاعتك. في ناس اللي بيلعبوا رياضات فيها الاستيستي عاليه تلاقيهم هم ماشيين بيتهزوا لان الفلكسبيليتي بتاعتهم عاليه. قولي لنا الحته دي بالعربي، مرونه الاوتار بتاعت العضلات زادت فما بقاش قادرين يقفوا قوي ضد الجاذبيه فبقوا يمشوا يتهزوا. يعني تلاحظ الناس هي تلعب حاجات فيها فلكسبيليتي عاليه ما بيمشوش ستيدي، اكروبات تحس ان هم بيمشوا ايه حتى وهم ماشيين تحس ان هم مترنحين بعض الشيء. عكس الناس اللي بتلعب اسقاط تلاقيهم ستيف كده يقوم حته واحده. فهو بيقول لك لا تكسب استابيليتي قوي، ما تكسبش ثبات جامد، وما تكسبش فلكسبيليتي عاليه، ما تكسبش مرونه عاليه. خليك دايما في السيف سايد اللي هي انت بتكسب عضله ليها قوه عضليه ليها مرونه ثابته قادره ان هي تعمل لك كفاءه معينه لمفصل معين، لا هي بتضغط عليه ولا هي بتفقد وظيفه. اوكي تعال نشوف ابو العريف هيقول ايه في ابداع طبعا ابو العريف ده لو مسكوه جيم او مسكوه اشراف رياضه هيعمل مشاكل كبيره قوي. تعال نشوف ابو العريف. يا باشا الكابتن وائل اللي ماسك الجيم اللي تحت عندنا في العماره، حاجه محترمه كده طول بعرض عمود من اعمده العماره، في الطلعه والنازله الاقي بنات واقفين معاه يضحكوا وهو بيديهم وصفاته وبتاع. مره لبست الترنك ونزلت له، قلت له يا كابتن وائل ما شاء الله عليك كل البنات بتحبك، كل البنات حلوين، اعمل ايه عشان ابقى وحش في نفسي زيك كده؟ قال لي يا كابتن اتمرن كتير وشيل حديد، واهم حاجه الفيتامينات والهرمونات اللي هديها لك، والنظام الغذائي. ايه النظام الغذائي ده يا كابتن؟ قال لي اطحن اتفس. يعني ايه يا كابتن؟ قال لي كل اي حاجه تيجي قدامك اطحن يا كابتن، اي حاجه تقابلك كلها، وكل لحوم وبروتينات على قد ما تقدر. بصراحه دي كانت اول واخر مره انزل الجيم للكابتن وائل، مع ذلك التزمت بتعليماته ونصيحته، باكل لحوم كتير واي حاجه تقابلني اطحن واتفس، واقول لنفسي وانا باكل عاش يا وحش. هو الوحش بصراحه عايز حد يضربه بالنار بصراحه، حرام عليك. لا ابو العريف انت احنا خايفين عليك يعني، احنا هو اولا يعني هي كده مش هيبقى عايش وحش كتير. لا لا يعني مش عايش وحش كتير خالص، مش موعدكش ان انت الوحش هيعيش. الله يرحم الوحش. لا لا هو غلطاته جباره. اول حاجه هو عايز ياخد شكل عشان يقف مع بنات يهزر معاهم. طبعا ما هي دي مشكله ضخمه جدا جدا، انه كتير من شباب الصغيرين بيروحوا الجيم عشان يعمل فورمه وبتاع عشان يتمنظر.
طب ما ده غلط. يروح الساحل يقول لك عليها فورمة الساحل. اه. فيروح الساحل بصحة فيها كوادس. لا هي بصحة فيها أمراض مش فيها كوادس. ليه بقى؟ هو قال لك أول حاجة قال لي خش العب الرياضة، العب شيل على قد ما تقدر. شيل على قد ما تقدر دي المفروض أنا بشيل بصورة أولا تدريجية، ثانيا مناسبة لحالتي الصحية، ثالثا لو أنا وزني مليان أنا مش هشيل، أنا هلعب تمارين هوائية مش هشيل حاجة خالص لأن كفاية اللي عضمي شايله. تاني حاجة خد الفيتامينات والهرمونات دي. الفيتامينات دي اللي هي إيه؟ الهرمونات دي اللي هي إيه؟ افرض اداك هرمون أنوثة، افرض اداك هرمون أنت مش محتاج له، افرض اداك أمينو أسيد، افرض كان بيديك كورتيزون مثلا، أنت بتفكر أنت بتاخد إيه؟ المكملات دي فيها كل الكوادس. ما أنا عارفة. عارف أنت بتاخد إيه؟ جميل. قال لك كل ويتفز، كل ويتفز دي على سن انت هتنزل تعمل تحت مجهود، فاللي هتاكله هتحرقه في المجهود، فجسمك هيستغل البروتينات، وهو دي المعلومه الوحيده اللي قالها صح، هيستغل البروتينات انه يكون ليفه عضليه. وكل بروتينات كتير عشان عضلاتك تكبر. حضرتك كلت بروتينات كتير وانت قاعد على السرير فوق، فالبروتينات دي داخله الله اعلم كل ويتفز كل حاجه، وعشه وحش، عشه وحش دي انت عمال تدخل دهون وتدخل كوليسترول وتدخل املاح، لانك اكيد بقى بتاكل كل حاجه، فهتلاقي الدهون عندك اتخزنت في اماكن غلط. ممكن يجيلك كوليسترول في الدم، ممكن يجيلك ضعف عضله القلب، كرشك هو اللي يبتدي يكبر. طب انا لما كرشي بقى يكبر هقول عشه وحش ولا هقول ايه بالظبط؟ فكرتوني بالمرات القليله اللي روحت فيها الجيم واتمرنت مع الوحوش دول. دول مش صحابي، ما اعرفهمش، دول بيتمرنوا بشكل يعني في اكيد حاجه لازم دكتور نفسيه يشوف الموضوع ده ايه. هي مش القصه تمارين، هي القصه افتراء على العضلات، افتراء. ولو واحد مبتدئ واقع في وسطيهم هما بيعاملوه على انه هو زيهم، يلا يا باشا شيل نفس الوزن اللي احنا بنشيله. لا ده مستحيل، ادخل شيل. وساعتها الوحش ده غالبا بيدفع الثمن يعني غالي، لانه هو مش وحش، هو انسان طبيعي. انسان طبيعي، فبيحصل له تمزق او بيحصل له مشكله في الفقرات. وفي اللحظه اللي هي عاشه وحش دي بتبقى هي دي اخر حاجه اسمعها قبل ما اروح المستشفى. نورتيني. ميرسي يا دكتور. شرفتيني. ضيفتي العزيزه دكتوره نهى احمد الهواري، اخصائيه العلاج الطبيعي وصاحبه ماجستير العلاج الطبيعي وصاحبه دبلومه كامبريدج في التغذيه العلاجيه والحاصله على دورات التشخيص في الاشعه وصاحبه دورات العلاجيه في اصابات الملاعب، كانت ضيفتي في الناس الحلوه. خليكوا دايما معانا وعاشه وحش.